يا شباب، في عصابة لسرقة الألماس وقلنا فترة عم تجينا شكاوي عنا، ولهاللحظة هاي ما عنا معلومات عنهم وما عرفنا مين زعيمهم، بس منعرف انهم بيلقبوه بالأخ الكبير. هالموضوع ركزولي عليه وكونوا على أهبة الاستعداد ودققوا بكل بلاغ بيجي، لأنه ممكن نلاقي شيء مهم. وهلأ فيكن تنصرفوا على شغلكم. شكراً لكم. مثل ما بتأمر سيدي. جميل؟ نعم. لحظة شوي، معقول يكون نفس الشخص يلي بدر قالك عنه؟ بلكي طلع بيعرف شيء عن جد. شو عم تحكي انت؟ لك بدر من وين بده يعرف بهي القصص؟ يكون عم يحاول يزلقني بالحكي مو اكثر. ايه كل شيء جايز. يلا حبيبتي عدي هون لشوف. ليكي، ما لازم تخبري خالتك انه كنا هون، تمام حبيبتي؟ تمام. بتقلي لها رحنا على الجنينة وبس. معلم، ممكن نحكي كلمتين؟ وهلأ يا حلوة، روحي مع عمه والعبي لبين ما اجي لعندك. شوفي، وصلت للظهر. ايه كتير منيح. صار فيك تسلمها إذا ما بتحب. ممتاز. حلو، بتحاكوا البنت، تجهز حالها، يومين ورح تسافر. أمرك معلم. ساعدو، هالمرة ما بدي ولا غلط، مفهوم؟ مو تساوي مثل هديك المرة، عم تفهم؟ لهلأ ما خلصنا من هديك المصيبة، يعني إذا بيصير شي هالمرة رح خلص عليك، يكون بعلمك أنت ورفقاتك. فهمان عليك. جيب لي زينب. وقف شوي، بدي اياك. وين صار رقم 71؟ معنا رقم 71 هون. كيف ما في؟ شوف ليكم مفتاح ماسكه بايدي. هون الارقام ل70 يا اخي. كيف؟ لكن شو رح اعمل بهالمفتاح؟ وانا شو بعرفني؟ بيكون مستودع غير هون، روح شوف وين بيكون. وين رايح وتاركني؟ وهلا شو؟ هذا اللي كان ناقصني، مفتاح بلا مستودع. شكرا، مشتهي بس شي مرة بحياتك ما تعذبيني يا الله. انت ناوية تقضي كل حياتك بشغل البرك والفطاير وبتنظيف الحمام؟ ايه فيكي تقولي هيك. طيب شو فهمتك انا؟ شو قلتي؟ ما قلتلك لازم تصيري غنوجة ودلوعة شوي؟ المفروض ما تكوني هاملة حالك بهي الطريقة، وقتها فكري رح يرقد لهم. يعني يسأل خانم قبل وفاة شكرا. عليني صوتك، لسه بتحكي مثل الفارة اللي داعسين لعدنبة. عم قول انه قبل وفاة شكران كان ممكن كتير اني اهتم بحالي، بس انا هلأ فكري بيك كتير زعلان عليها، لهيك مو حلوة بهالوقت اعمل هيك شي. انا شايفة انه عيب، يعني ما بيصير. ليش؟ برأيي هلأ هو الوقت اللازم،
مانك شايفة فكري كيف تغير؟ بلا ما يروح لعند وحدة تانية. شو هالحكي تفي من تمك؟ أكيد رح يصير معك هيك وانت بهالحالة. المرة ما بيصير تهمل حالها وإلا بتخسر كل شي، تمام؟ لازم تصيري مهتومة وتغنجي حالك على الرايحة والجاية. لو تشوفيني كيف كنت وأنا صبية. مبين عليك واضح هالشي، ما في داعي تحكي. قومي يلا يلا، وهلأ امشي قدامي وكأنك عرضت أزياء لشو. امشي هون فورا. لك شيماء، شيماء شبكي شبكي مثل بوري صوبيا. تمايلي شوي، تمايلي تغنجي، سمعتيني؟ يلا تمايل. قلتيلي ورجيني. والله طلعت بعرف ما بدي شي، عم امشي منيح. والله مزبوط. ولك يا بنتي هالمشي بتسميها غنج ودلع؟ ايه انا والله فكرت دخلت شوكه برجلي. ليش هيك عم تحكي معي؟ شو لازم اعمل اكتر؟ مين قالك تقعدي؟ يلا يلا شوفي، حاولي انك تكوني هيك اكابرية وتضحكي بلطف. شوفي كيف. شبك ليش هيك عم تضحكي مثل الغنمة؟ شوفي كيف تعملي. يلا ما احلاكي. يلا لعقت لي نفسي. ما في فايدة منك. اسمعي، لو بتشوفي شكران كيف كانت أشطر منك بألف مرة بكل هالشغلات. معقول في حدا ما بيعرف يتغنج ويتدلع؟ يعني يا إيصال خانم، أنا مو متعودة على هالشي، لهيك ما عم أعرف شو لازم أعمل. شو هالصوت؟ ليكي اسمعيني إيصال خانم، أنا ما بعرف كون مثل ما عم تقولي غنوجة ودلوعة، مو بإيدي الشغلة، صعبة علي. وافي لشوف، قلتلك تعدي شي؟ لا. ما رح استسلم، لهيك أنا بوعدي نكفي هالطريق سوا ورح نوصل للآخر لو شو ما صار. ماشي يلا. شو صعبة هالشغلة؟ شبكي ولا شي، حركي يلا لشوف. بتعرفي بس نتزوج رح أخذك بالطيارة ونقضي أحلى شهر عسل. وفي شهر عسل كمان؟ وليش ما يكون في؟ شبك شو يعني، نحن ما بحق لنا نطلع ننبسط كام يوم؟ لا طبعا بحق لنا، بس انه مو شرط بالطياره، ما ركبت فيها ولا مره وبصراحه لانها بتخوفني وما بحب المرتفعات. كيف يعني؟ ايه ايه تمام، بتخافي من المرتفعات يعني عندك فوبيا؟ ما شو مشكلتك؟ عندي فوبيا، ما بحب الاماكن المسكره ولا بحب المرتفعات لانه ما بحبهم وبخاف منهم هيك من صغري. عن جد هيك؟ شو فيها؟ ولا شيء، روح قلبي. لازم هالخوف تتخلصي منه طول ما أنا جنبك. لا الموضوع ما له علاقة بوجودك أو بغيابك، أنا بكل الأحوال بحس بالخوف. خوفك مسيطر عليكي. ماشي وما بحبه. لكان قومي نروح. لوين؟ قومي وما تسألي لوين. خوفك اليوم رح ينتهي. على مهلك القصة، مو بهالبساطة، فهمني بدر. يلا امشي. يلا بدر. فكرة حلوة كتير يا أولاد وعجبتني كمان، بس ليش ما خبرتوني من قبل؟ كيف بدنا نلحق كل شيء هلا؟ وليش صعبة كثير؟ يعني شو بدها؟ بنساوي مسرح صغير بالبيت وخلصنا. من الواضح اني كل شيء درستك يا ما تعلمت منه شيء. كيف رح يوسع بيتنا؟ نسيان تيتي ولميس ومرتضى وتولاي كمان، وفي بدر، لك وين رح نقعد؟ معك حق والله، شو رح نعمل؟ خليني افكر شوي للاقي شيء حل. شو رايكم نعمل المسرح قدام البيت ومنحط كراسي برا؟ هيك بيوسعنا كلياتنا. أنا برأيي كتير حلوة هالفكرة يا أحمد. وبتمثلوا بالهواء الطلق. والله فكرة بتجنن يا أحمد. بس لميس ما لازم تحس على شيء، المفروض نخلي لها مفاجأة. معك حق والله، ما خطر لنا هالشي. ليش أنتوا قادرين تفكروا بشي تاني؟ منيح اللي اجيتوا وعطيتوني خبر، وقال لك أنتوا خربتوا الدنيا. رح أحكي مع بدر، بلكي بيقدر يلاقي شي طريقة ليأخر لميس برجع. ليش لا؟ يا أولاد لقيتوا تياب للمسرحية؟ خلص لك التياب، عليكي موجه. أنا من زمان كنت أدرس مسرح مثلكم، وبالمستودع هنيك كان في تياب للتنكر، لهيك أكيد منلاقي شي فيه. عزاد شكرا كتير إلك موجه. أنتي
يعني كنت ممثلة عن جد زبرة؟ ليكون ما عجبك يعني؟ يا دوب نلحق خلصونا بقى. أي في حدا بيمشي مثل عمود الكهرباء؟ ها؟ هزي جسمك وخليه يتحرك يمين ويسار. يعني بهز يمين ويسار؟ مو صعب. يلا حسبنا الله ونعم الوكيل. مو مزبوطة مشيتي؟ لا مو مزبوط بنوب. بس فهميني انت كيف قدرتي تتزوجي من قبل؟ يسال خانم حرام عليك. ما تنقي مثل الولاد الصغار. عم تسمعي؟ يلا لشوف بدك تكفي مشي. التليفون الحمد لله انه رن. الو موجة. الله بعت لي اياكي، منيح اللي اتصلتي فيني. كيف الولاد الصغار رح يعملوا مسرحيه؟ شو هالفكره الحلوه؟ اكيد رح اجي. معقول يعني؟ يسال خانم هون كمان. طيب هلا بقول لها وبنجي لعندكم دغري. ديري بالك على حالك. اوه يسال خانم يلا قومي بدنا نروح فورا. لوين رايحين؟ احفادك رح يعملوا مسرحيه بالبيت وبدنا نروح نشوفهم. يلا قومي معي. حلو كتير، لكن لازم نستغل الفرصه على الاخر. يلا روحي البسي احلى شي عندك وتمكياجي منيح، يعني ما حدا بيعرف. ها بلكي فكري اجى لهني. روحي جهزي حالك. هيك قلتك مو؟ ليش لا؟ صحيح بدي اسالك سؤال. هذا البيت اجار ولا ملك؟ هذا بيتي. الي؟ الي. حروح مشان البيت. يلا يلا. احفادي رح يمسوا لك. بدر؟ ايه؟ شو خطر على بالك تجيبنا على الملاهي؟ بس اكيد بتحبيها. ايه بحبها كتير، اجيت عليها مرة لما كنت صغيرة ونهاية المشوار كانت بشعة. طيب شو رأيك تنسي هالشي وتعيشي معي اليوم؟ ليش شو رح يصير اليوم؟ اليوم رح نركب بهي. رح نركب هاي؟ ايه؟ بدر انا مبسوطة بالفوبيا تبعي، انت شو دخلك بهالقصة؟ لك شو عم تقولي؟ روحي قدامي يلا. لا كرمال الله ما فيني، بدر بخاف. مرحبا. شفتك وحدة طاقتين عم. لا اخي ما بدنا ما بدنا خلص. بدر لو سمحت خلصي ما بدي. ليش هيك عم تعملي مثل الاولاد الصغار؟ يلا تعالي. قصدك انك تموت تخسرني؟ ايه يلا فوت تفضلي. يا اهلي. شكرا. اهلا وسهلا. شو معقول انت؟ اوه تعالي. بعد شو هذا؟ نزل رجلي. شو بدك برجلي؟ عود شو قصتك لبيس؟ يلا اشتغل اشتغل. اف اف يا الله، لك راح نص عمري وانا ناطرتك. ان شاء الله ما تكون هالنطرة هاي كلها على الفاضي. يلا أنا جاهزة. صرت جاهزة. شو ها؟ نفس الشكل بس على نيلي. لا مو نيلي، هذا أزرق. يلا تفضلي. ليكي حطيت بكلة؟ حاطة بكلة ما تبلي. يا الله شو عاملت لك لحتى بليتني هالبلوة؟ شو هالمصيبة هاي؟ امشي. تعرفي رح ضل وراكي لحتى زبطك. رح أعلمك كيف تتغنجي وكيف تنقي ثيابك وكيف تكوني دلوعة. فهمتي علي؟ كل هدول رح تعرفيهم، ويا أنا يا أنتي. تعي أعطيني إيدك ساعديني لأم. أمي وقت ما وقعت على رجلي صارت أم. سلامة قلبك. يلا أنا بساعدك. طيب شلون بدي ساعدك؟ روحي. تمام امشي قدامي. يلا تفضلي. أنا لحد هلأ مو مصدقة كيف ركبت فيها. ما قلت لك؟ قلت لك إنها ما بتخوف، بسيطة ما فيها شيء. بس بتعرفي ليش ما خفتي فوق؟ لا ليش؟ لأني أنا كنت معك طبعا. هيك لك. بما أني موت فيكي وبحبك وبخاف عليكي بجنون، مستحيل تحسي بالخوف أو حتى يصير لك شي طول ما أنا معك. لو شو ما صار أنا معك. وأنا بحبك وبموت فيك. بس لحظة لشوف مين. ألو نعم. ألو بدر، أنا أحمد. ليك ما تخلي لميس تحس إنه أنا عم بحكي معك. تمام؟ ليك اسمعني هلا. تمام ماشي فهمت. تمام خلص بشوفك بعدين لك. طيب طيب ولا يهمك.
يلا باي. مين ها؟ هذا رفيقي بده شغلة مني، قلت له لبعدين. شو رأيك شي مرة نجيب لهون لولا؟ ايه منجيبهم، فكرة حلوة كتير. وحكمت كمان. ايه ايه طبعا كمان، تعال. ليك daha gidecek çok yol var. Korkma sönüyor tüm yangınlar. Burada hepimize yer var. Bakma kaçmış gibi yıllar. Oysa duruyor umutlar. Damla damla çoğalsınlar. Başka ne ki okyanuslar. Yolu şaşırmadan keçi kaçırmadan. Yaşanmıyor bu yıllar. Gülü koparmadan günah koklamadan. Kapanmıyor kusurlar. Yolu şaşırmadan keçi kaçırmadan. Yaşanmıyor bu yıllar. Gülü koparmadan günah koklamadan. Kapanmıyor kusurlar. هاي شيماء مو؟ لك ايه والله هي. خالة إيصال تعالي خليني ساعدك. دخيل عينك يا ابني. الله يخلينا يا والله يا ابني من وقت ما وقعت على خير شوفي. لا صارت مشيتي صعبة. الله يكون بعونك ان شاء الله سلامتك. تفضلي. امي شو رأيك حلو؟ طالعة بتجنني وبتاخدي العقل كمان. بلا بس حاسة حالي مو أنا وكأنه وحدة تانية. هاي أنا عملتها هيك. شفتي؟ شيماء خانم عن جد طالعة وحدة تانية ولا كأنه أنتي يعني كتير لا بقلك. شكرا بس أنا بدي أقعد على شي شغلة لأنه كندرة كسرت لي رجلي. على مهلك خالي. يلا قعدي هون شوي شوي. أيوه شوي شوي. انزلي حبيبتي. خير انتو شو عاملين؟ لا ما في شي، شايف انه زينب رجعت. ايه طلع عندي شغل المساء لهيك قلت بجيبها لعندك. شكله بيضل عندك شغل ما شاء الله، الله يبارك. ايه والله هيك بضل مشغول. لكان كتير سلمولي على لميس وانتو انبسطوا. ايه بيوصل بيوصل. ماشي عمر بيك لنشوف اخر. تعي زينب لندور على ثياب لإلك. اهدى حبيبي شوي يلا روح. من وين بيفوتوا عليه هذا؟ رح جرب فوت من هاي الحارة. خير؟ بدي شوف المستودع تبعي. عم هون في كتير مستودعات. شكلي مطول لحتى وصل عليه.
هذا هو لقيته. واحد وسبعين. هذا هو وأخيرا لقيته. راح أفتح. افتح يا سمسي. لك فتح اخيرا. ارفع القلق وفتح. اخيرا على الاغلب جوات هالخزنه هي. امتى كان عيد زواجنا؟ ما بتذكر. ايه صح، كان الجو دافي بوقتها. كان هو بعتقد شباطي. لا مو شباط، يمكن كان كانون الاول. مو 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 مزبوط. خليني اجرب هالتاريخ لشوف. يا الله يا عم، شو بدي اعمل هلا؟ مثل العاده. شكرا، مستحيل تعملي شيء خليني ارتاح بحياتي. فكر منيح شو ممكن تكون كلمه السر. والله ممكن يكون هيك. خليكي هون راجع لك. ايه تمام، اوعك تخليه يضيع منك. ها، ما لازم يغيب عن عيونك ولا لحظة واحدة، عم تفهم؟ ما تخليه يحس انه مراقب، خليه يكمل للاخير لحتى يوصل الالماسات. وبس تتأكد انه صاروا معه بتهاجمه وبتاخدهم منه فورا وبتجيب لي الالماسات لعندي، فهمت؟ اذا قاوم بتقتله، المهم الالماسات يصيروا معي، عم تفهم يا بني ادم؟ تمام معلم. شكرا بدر، كان يوم كتير حلو. لو تعرف قديش انبسطت. وانا كمان انبسطت. انا حاحلم. والله ما توقعت يطلع اول ما وجهوا عليك. شو عامله؟ لا تقلقي، ما في شيء. الاولاد حبوا يعملوا لك مفاجاه. شو؟ ايه ليلاس. هي لميس. لميس شو عاملين؟ لميس، مو نحن قدمنا على المسرحيه اللي بدهم يعملوها بالمدرسه وهن ما قبلوا فينا، فقررنا نعمل مسرحيه نحن. يا الله كتير حلوين طالعين، برافو عليكم. برافو، أنا فخورة فيكم كتير لأنكم ما زعلتوا لأنه المدرسة ما اختارتكم. نحن تربيتك لميس. وأنا عم بقول ليش خليتنا نطول أصلا بالملاهي. مطلوب أني لهيكي أكتر وقت. يلا خلصونا بقى، رح يبلش العرض. يلا يلا يا أولاد على أماكنكم. جد فجأة حتى النصوص ورا ونحضر حالنا. يلا لنشوف شو بدهم يساووا هالصغار. مرحبا كيفك تيتي؟ اهلين بالممثل. ايه خالته شيماء. شيماء شيماء مظبوط. ايه عن جد طالعه كثير حلوه اليوم. شو الشيء اللي عملته؟ اي والله. مرحبا سيداتي سادتي. اليوم حضرنا مسرحية وياد التاج والأقزام السبعة، ونتمنى إنها تعجبكم وشكرا لكم.
أهلا وسهلا فيكم، بدي مثل دور بياض الترج، بتمنى تحبوا العرض تبعنا ينجبكم. صور فيكو هو هيك بلش عشان نغني سوا يلا فيكو شباب بلش بقى فيكو انا ما بعرف بس تبلش كلياتنا رح نغني ايه. معك والله ما بقدر يلا يا فيكو يلا بلش قررنا تشك بكبرت روحنا بعد شيء Güneşi bir el ateş ettik bilmedik kendimize inettik Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik Ah nerede bizdeki eski neşe Bile bile dalıdık ateşe Kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe Nerede bizdeki eski neşe Bile bile Ateşe. Kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe جاي عبالي اشرب شاي عن جد يسلموا اول مرة بسمع حدا عم يتوحى مع كاسة شاي تفضلي تيتا فيكو نحن طلعنا ظالمينك طلع صوتك حلو كتير خالي شيماء مو معقول التغيير اللي عملتيه شو لابقلك شكرا يا روح قلبي حلوة كتير مو هيك بس فكري ما عنده نظر ليشوف هالشي لانه اعمى سكوري ديب وحضر القضيب مين هاك؟ سعيد النصري بابا؟ شو هاد؟ شو في؟ شو صاير لحتى هيك مجتمعين؟ صاير شي؟ امتي؟ فكري بيك مرحبا سلم عليها مين الأخت؟ انسوا شو بدي فيها؟ لك سلم عليها عيب وين شنتايت أمي؟ شو بدك فيها؟ بابا يشوف شغلة ويطلع اي ماشي بابا شو وين رايح شو دخلك بروح لوين ما بدي انا
أكيد في مصيبة شديدة. الله يستر. لك اتركوه خليه يروح وين ما بده. الزلمة وين اختفى؟ والله دوخني. معقول دور عليهم ولاقيهم وتاخدوهم مني؟ مجانين. مفكرين رح اعطيهم الالماس بهي السهولة؟ يعني مفكرين مو حاسس انه هنن عم يراقبوني من اسبوع؟ عن جد انهم جبهان. قدرت اهرب بسهولة. حلو يا فكري. هالعمار والله برافو عليك. معلم اختفى هرب مني. هرب وما قدرت الحقه. شقفة ختيار بيهرب منك بهالسهولة يا غبي؟ اه لك انتو مو نفعانين لشي ابدا. اسمع شو بدي اقلك، اذا بشوف وشك قدامي قبل ما تجيب الالماسات رح اقتلك بداله. شو فهمت؟ ساعدو. لا 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 ولك منين طلعت لي هلا؟ انا ما صدقت هربت من هداك اللي لحقني، كيف ما انتبهت عليه؟ عادي يا فكري، مو انا ابنك لازم يكون شاطر مثلك. يعني طيب الموضوع طيب. بالوراثه فلا تستغرب. ماشي خلصنا اسمعت، شيلنا من هالحكي الفاضي، هات الالماسات لشوف. بسببهم هاجمونا بنص بيتنا وكل المشاكل اللي صارت معنا من وراهم، ولسه بدك ياهم؟ اه هدول الالماسات، الماساتي تركتني اياهم. شكرا، ما خليت محل ما دورت فيه للقيتهم. لك ما بتعرف شو تعذبت لحتى لقيت هالمستودع. هات اعطيني اياهم. والله هالالماسات هدول يا باشا لميسة اللي راح تقرر مصيرك. تعرفوا شو راح نساوي فيهم؟ بدنا نلاقي حدا يشتريهم، ولما نبيعهم كل واحد بياخد حصته. اتفقنا؟ ايه خلصنا بابا، عساس كنت رح تعطينا شي من حقهم. بعرف كنت رح تاخد الالماس وتهرب، بس لاني مسكتك عملت حالك رح تبيعهم وتعطينا حصتنا منهم. لا والله. بعدين انا رح خبرك شغلي، هالالماسات مو لقلنا، في إلهم صاحب وعم يدور عليهم. واذا يعني انا اللي لقيتهم بدي اياهم، هدول الماسات الي. لك شلون الك يا بابا؟ قديش بيجيبوا الألماسات؟ شو هالحكي الفاضي انت التاني؟ ما رح نبيعهم أبدا. طيب هدول قديش بيجيبوا مصاري؟ فوق ما تتخيلي يا حلوة، حقوم بيع الألماسات ونتقسم المصاري. لا ما رح تبيعها. شو قصدك لميس؟ مثل ما سمعت. لا انت اكيد مجنونة، شبكي مو شايفة وضعنا؟ ما بدكم تتطوروا؟
عجبتكن هاي العيشة اللي عايشينها؟ ما رح تبيع شي، هدول مو لقلنا. ايه انتي لا تبيعي، انا بدي روح بيع حصتي. هدول مو لقلنا. شلون مو لقلنا؟ هاي امك اللي تركته، هاي ورتة منا. لسه بيقول لي ورتة؟ هاي مصيبة، ما أنا ورتة مصيبة. ما شفت شو صار بأمي بسبب هدول؟ ها؟ نسيت كيف فاتوا على بيتنا وخوفوا الولاد مشان هذا الكيس؟ وهلأ جاي تقلي ورتة؟ ما حدا بيمد إيده على الألماسات أبدا. طيب هاتيهم أنت، ما تقربي عليهم، أنا بروح ببيع حصتي بس. لا بابا، هدول مو من حقك ومالك أي حصة فيهم. يعني ما بتكون الورتة اللي تركت لكم إياها أمكن شكران؟ بلا ترباية حوش. بيرجع بيقلنا ورتي. شو هذا يا ضيعان الترباية فيكن، انتو ناس ناكرة المعروف. خسارة خسارة. وين رايح بابا؟ لوين رايح بابا؟ انتي بحياتك ما فهمتي لعمك. ما فهمت طبعا لانه ما بعرفها، بس هي كتير حبتكن وانتو ما قدرتوا هالشي. لك اي حب هاد؟ اي حب اذا كان عمري 9 سنين راحت وتركتنا، وانا بهداك الوقت كنت نايمك وغطيك لما كنت توقع قدام هداك الباب وانت سكران اسحبك من رجلك لجوه مشان ما تمرض، ولا عم بكذب؟ احمد هاد انا ربيته، وللاس انا اللي كنت اهتم بدرسته. وفكرة أنا اللي بعدته عن المشاكل، عصمت من لما ولد وأنا اللي ربيته مو أمي. عن أي أم عم تحكي؟ أنت طول الوقت سكران ومو معتوب عليك. خلص لميس بكفي بقى. لك اخلصي. خلص إيه بكفي أصلا، بكفي بلاوية هي وعايشة، ما بدنا بلاوية بعد ما ماتت. ممكن ما تزعلوا، مو بقصدي قلت هالحكي عنا. خلص لا تزعلي ليلاس، يلا فوتوا لجوا. لميس انت قلتي له الشي اللي لازم يسمعه. معك حق بكل كلمة قلتيها. خلينا نفوت أحمد، امشي. عغرفكن يلا، عغرفكن ليلاس، فوتي إخواتك. فيكو رح نايون، تعوا معي. يلا 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 تعالوا. أحمد وأنت كمان اتركوني لحالي. Oh,
شكران. أخ ما أقدر أتعبك، هنن بيعلموا ما أقدروك. ضحيتي بروحك مشان يتغير وضعنا ويتحسن، بس أولادك استغنوا عنك بكل سهولة، والألماسات راحوا من إيدي ببساطة. سامحيني. شكرا. اللي معلم أنا عم لاحقه من وقت طلع. من الواضح إنه الألماسات مو معه، لأني شايفه قاعد عم يحكي مع حاله. أنت خليك عم تراقبه، وبعد فؤاد لعندهم على البيت خليه يراقب لي الناس اللي هنيك. لميس بابا ما رجع بالليل؟ وما رح يرجع، خلص لا عاد تسأل عنه. أحمد يلا خلصوا فطوركم بسرعة وعلى مدرستكم. لميس بلا هالمدرسة اليوم، أنا عم فكر روح معك على المخفر. لا أحمد ما بيصير، إذا ما رحت معهم أكيد رح يخافوا. أنا هلأ حكيت بدر وقال لي شوي وبيجي. بلكي يعملوا لك مشكلة واتهموكي. ليش لا يعملوا لي مشكلة؟ أنا أصلا شو دخلني؟ نحن ما دخلنا بالموضوع. رح قلن أمنا ماتت وتركت لنا هالبلوة وراها مو أكتر. ضروري روح معك هالمخفر. لا لا ما في لزوم، أنت المهم دير بالك على الأولاد ماشي؟ طمن ما رح يصير شي ما تقلق. طيب يلا يا أولاد يلا تأخرتوا يلا حنقوم. يلا خاطرك لميس. يلا باي يا حلوين. باي باي. خاطرك لميس. شو أنت شبعتي؟ باي. الله معك. أنا ما شبعت. روح خلصني خلصني، روح وطمن بالك. يلا باي. شو ما شبعتوا؟ عملكم سندويشة جبنة؟ ايه طيب. وهي احلى كاسة شاي. الله يسلم هاليدين. بتحب جيب لك شي كعكة تاكلها؟ لا شكرا مو جاي على بالي، فطرت الصبح. عراحتك. جميل كمبيوتري معطل وبده وقت لحتى يتصلح، ممكن نشوف اسماء المطلوبين من جهازك؟ لانه ضروري اطلع على بعض الملفات. ايه طبعا طبعا، تفضل تعال اقعد هون. واقف واقف، بدي اشوف شغله. ارجع علي قبلها. لك هذا الوش مانو غريب عني أبدا. تعرفها؟ اسمعني يا جد، عمر بيكون أبوها لزينب. شو؟ شو قلت؟ ايه؟ زينب بنت أليس أليبون؟ مثل ما عم قلك طلع هاد أبوها، ونحن شاكين إنه هو متورط بقصة. اليوم شفته بالصدفة ولحقته بتاكسي وسمعت حديثه كله. قال للبنت إنه في قارب رح ياخدها ورح يدبر لها جواز سفر. حاسس في شي مو مزبوط بهالقصة. اسمعني، كل المطلوب انه تقلي مين اللي بالصورة. لك الموضوع متعلق بحياة طفلة ومستقبل. استوعب علي يا جميل بترجاك. هلأ تذكرت. خير شوفي مزبوط، مرتضى وبدر اجوا لعندي وقالوا لي انه هاي البنت عم تحاول تطلع جواز سفر. ايه مزبوط، مرتضى قال انه في قارب حيجي ياخدها بعد يومين. هاي هي، وقت اجوا مرتضى وبدر لعندي حكوا لي عن هاي البنت. يلا يلا قوم بسرعة، بدنا نروح على المينا وندور على هاي البنت. شو صار سعدو؟ كله جاهز عندك؟ البنت جاهزة؟ أنا خبرت الزلمة إنه التسليم رح يتم اليوم. أمرك معلم، وأنا قلت لهم يخبروني أول ما تصل. في مشاكل بالقارب؟ لا تأكل هم، الأمور ماشية عنا تمام التمام. خليك صاحي، عم تسمعني سعدو؟ بدنا الأمور تمشي بشكل سريع قبل ما حدا ينتبه على الموضوع. شو لساتك معي؟ شو لا؟ أمرك معلم، أمورنا تمام.
صباح الخير لميس. صباح الخير عمر. أهلين زينب. بابا اجا. تعالي. ها بنتي الحلوة جاهزة؟ رح جيب لك شنطايتها. تمام، خدي راحتك، أنا مالي مستعجل. زينب، جدو جاب شي معه مبارح على البيت؟ شفتي معه الحجار اللي بيلمعوا اللي حكيت لك عنهم شي؟ شفتن. وين بيكونوا هلا؟ ما بعرف، لأنه خالتي خبتن. قلتي لي خبتن خالتك؟ يلا. لا تأخذيني لميس، بدي عزبك معي. بلاقي عندك دواء للمعدة، معدتي تشنجت فجأة وصارت توجعني كتير. لا والله ما عندي دواء للمعدة، آسفة عمر. شو هالحظ؟ طيب أنا آسف كتير بس بدي عزبك معي. في مجال تعملي لي شي سخن لحتى أشربه؟ طيب ماشي، نعنع وليمون بيمشي الحال؟ كون ممنونك وشكرا سلف. يلا حبيبتي. خلينا نطلع، شو عم نستنى؟ لسه بكير، استني لحتى يخبروني. لا وقف 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 شوي أحمد، مو هذا الزلمة اللي فرجانا مرتضى صورته؟ بلى هو ذاته، لساتني متذكر الصورة منيح، حتى كان مع نفس البنت. يعني ماني غلط. إيه شو رح ساوي إذا سألوني؟ لا تحكي ولا كلمة. ماشي خلص أنا بحكي. أنا رح أنزل أحكي معه، وأنت خليك وراي مشان تحميني. خليك منتبه. يسعد أوقاتكم. وأوقاتك معلم. شو عم تعملوا بالمينا؟ عم نشم الهوا، عم نتناقش بموضوع، في مشكلة؟ لا أبدا. الآن سمعناتها بتكون رفيقة. هويتك لو سمحت. عفوا. سمعت شو قال لك، هات هويتك وبلا كتر أسئلة. أحمد وقفي عندك، لا تخليها تهرب. وقفي عندك بسرعة، نزل السلاحك. بلك وقف عندك. وين هربانة؟ تركني. جميل جميل. أنت منيح؟ جميل جميل، رد علي جميل. لميس أنا خلصت للنوابة، رح أمر عليك ونروح سوا على المخبر. تمام. ليك بدر، عمر إجا من شوي. وشو عم يعمل عندك؟ أنا ما قلت لك لا تفوتي. إجا ياخد زينب. شو بنا؟ طيب حبيبتي، أهم شي هلأ تكوني خبيت الألماسات مطرح ما قلت لك. إيه عملت مثل ما قلت. إيه ليكي، شوفي هلأ شو رح تعملي. سيرة الألماس قدام عمر ما بدي فيها، ما بتحكي بها بخصوص أبدا. ماشي بدر. طيب بدك شي؟ أوعك تاخدي وتعطي معه، سمعنتيني؟ سامحتك. تمام، جاي لعندك كتير بعدين. طيب أوكي بشوفك. دكتور سامح، سبقني على غرفة العمليات فورا، المريض إصابته خطيرة، جهز حالك فورا. جميل. حاسس حالك أحسن؟ إيه شكرا إليك. بدك كاسة تانية؟ لا يسلموا إيديكي، حاسس إنه صرت أحسن، وبصراحة فتت منشان حكيكي بموضوع ضروري. وقد دخلتي لحتى تجيبي لي الشنتاية، زينب خبرتني عن الألماسات. شو قالت لك؟ عم قول ما فيكن تتركوا الألماسات هون عندكم بالبيت، ولحتى أوضح لك أكتر، إذا تركتوهن هون بالبيت أكيد بيتكن رح يتعرض للخطر. الموضوع فيه مسؤولية كبيرة. ها ممكن طبعا، يعني بيجوز يكونوا نفسهم. طيب بشو مفكرين؟ يعني لحالكم ما رح تقدروا تدبروا الموضوع، بدكن حدا يساعدكم؟ حأخذهم على الشرطة. ايه كتير منيح، بس في شي مهم كتير، حبات الألماس اللي ببيتكم مسروقين وبيجوز يشكوا فيكم. وشو دخلنا ليشكوا فينا؟ ليش لميس، مو انتو اللي لقيتوه؟ ايه صحي بابا لقاهم، بس امي اللي كانت مخبيتهم هو ما دخله. الله يعينك على هالورطة يا لميس، بس ما تاكليهم. اذا بتحبي ساعدك بشي انا جاهز لأي خدمة. وانت شلون رح تساعدنا؟ ما بعرف، بس رح خبرك
على فرض سلمتوا الألماسات للشرطة وخبرتوهم، بدهم يخبروا صاحبه ورح تفوتوا بورطة كبيرة. يعني إذا بتحبوا أنا بصرف الألماسات اللي معكم. أنا عندي كتير معارف بيشتغلوا بالذهب والألماس، هنن بيصرفون بمعرفته. نحن ناويين نسلمهم للشرطة. بدر جاي لعندي هلأ ورايحين. بدر بيعرف بوجوده؟ ايه بيعرف، عن إذنك رح أتصل فيه. المريض عم ينزف دم كتير، لهيك لازم نطلع رصاصة بأسرع وقت. أعطيني الملقط لو سمحت. تفضل حكيم. دكتور، ضربات قلبه عم تخف. بما أنه قلبه وقف لازم نعمل له صدمات كهربائية. جاهز. ارفعي للـ200. جاهز. ارفعي للـ220. يلا يا أولاد فوتوا لعبوا بغرفتكم بسرعة. يلا أوان. شو عم تساوي عمر؟ شو عم تساوي؟ وين مخبي الألماسات؟ يا بتعطيني الألماسات هلأ يا بتموتي بأرضك. وين الألماس؟ نحن ناطرين سيدي، لساته تحت العملية. أكيد سيدي، أنا رح خبرك فورا. ها بدر، طمني عن جميل، قدرتوا تسعفوه؟ قدرنا نسعفوه وصار منيح. نشكر الله، والله خوفنا عليه كتير. الحق معك، بصراحة وضعه كان خطير شوي، بس أموره هلأ تحسنت ومرقت على خير وصار وضعه منيح. ألف الحمد لله. شوفك بخير. صحيح أنقذت جميل، بس جميل كمان أنقذك. انت شو قصدك؟ الزلم الاشقر اللي فرجيتنا صورته هو اللي قوز جميل. كيف؟ كيف؟ شو عم بتقول انت؟ هديك البنت كانت مع صور المطلوبين، ولما رحنا مداهمة على المينا لقيناها مع هداك الزلمة وهو قوز عليه. عمر والزلم الاشقر بنفس العصابة. مين عمر؟ انا بعرفه شي؟ عمر هلأ موجود ببيت لميس يا احمد. طيب هاي العصابة شو لها علاقة بلميس؟ تولاي
بدي اياكي تروحي لعند لميس على البيت تطمني عليها وتردي لي خبر فورا. بدر انا مو بالبيت بس خير اللي شوفي يا لميس، والله خوفتني. شو خلص ولا يهمك انسي، انا رح شوف الموضوع. يلا بشوفك تولاي، باي. يلا روح. بدر صوتك ماله طبيعي، والله خوفتني كتير. احكي لي شو صاير معك. ولا شيء ولا شيء تولاي، الموضوع ما بيخوف بنوب، ولا يهمك، لا تفكري بشيء. يلا ديري بالك على حالك. طيب قول شو صاير. انا مضطر سكر. بعينتو الموضوع كتير خطير، نحن لازم نخبر القسم. هو هيك، خبر القسم فورا ولحقوني على بيت لميس بسرعة. الو اهلين بدر. مرتضى اسمعني، الزلمة اللي ورجيتني صورته على الموبايل قوص جميل على المينا. شو عم تحكي انت؟ امتى هالشي؟ قلت لاني ما عم بقدر اوصل للميس، وعمر كان عنده وخايف يعمل له شي شغلة. معقول؟ دقيقة، فهمني القصة بالضبط. شو بدي اقول لك، الموضوع كنا رايحين على المخفر لنسلمهم الالماس، والظاهر عمر عرف انه لميس مخبي الالماس عنده. خلص خلص انا فهمت عليك، انا حروح دغري لعنده على البيت. يلا سكت. طيب ماشي، وانا رح روح لهنيك فورا، وانا اذا وصلت قبلك رح اتصل فيك وطمنك عليها. ماشي باي. مصطفى انا ما رح طول. ايه من يوم يومي حظي مو حلو بنوب، طول النهار ما تمكنت ظبط حالي، بالاخير تطلع ما تطلع فيني. خلصنا بقى حاجتك تشكي وتبكي، طقتي لي قلبي من وقت ما اجيت وانت عم تلعي وتنقي. وبعدين انا ما بطيق المره البومه ليكي، رح اطفش منك. ها لا الله يوفقك، لا تروحي تتركيني لحالي بهالحاله. بدك شو رايك؟ طيب قوم صب لك كاسه شاي. ايه الشاي طيب كتير، ما بتوه. انتبهي منيح ليهروا دموعك بقلب كاسه الشاي، والله العظيم بكبهم، انا كتير بقرف. حاضر تكرم عيونك. فكري بك. أهلا وسهلا. فوت فيك شي؟ أنت تعبان شي؟ أي سالفة؟ ماما عندي منيح اللي اجيت لحتى تشرب الشاي معنا، لانه انا من شوي كنت رح احضر الشاي الي والها. شو بك فكري؟ شوفي يسال خانم. تفضل اجا فكري بيك. شو رايك تشرب الشاي معنا ولا بدك شي تاني؟ انت وين كنت دايق؟ لا شغلة ولا عملة، عم تدور بين الشوارع والقهاوي. ما سيما خانو، مو جاي عبالي اسبب شي، ممكن تقعدي لأحكي معك بموضوع ضروري؟ تعالي تعي عادي، اكيد اجا ليتفق معك على موضوع الزواج. مو مشكلة. لميس افتحي. لميس انا مرتضى. يا لميس لميس اخ من وين اجتنا هالقصة؟ تليفون شو؟ شو عامل هلا؟ أنا عندي مفتاح. شبك فكري؟ على أساس بدك تحاكيني بموضوع مهم؟ صار لك أكثر من نص ساعة قاعد وما نطقت بكلمة. خير شبك؟ رايحة على المطبخ أساوي لك كاسة زهورات. إيه؟ لا تعذبي حالك، هاد ما بيعبي له راسه هيك شغلات. فكري وين صرت؟ بشو عم تفكر؟ طرشان مو؟ الله أعلم هلا شو بيكون عم يخطر عباله. انت لازم تتزوج قبل ما تموت امك. لا, لا تحكي هيك، شو جاب سيرة الموت هلا؟ كش برا وبعيد، الله لا يقدر. الموت ما منه مهرب، بكرة او بعد بكرة بالاخير اكيد رح موت، ما بقى لي نفس على شي بنوب. انا بعرف انه ساعتي قربت. امي شو بدك؟ ها شو بدك تتزوج قبل ما موت ولا لا؟ سلامة قلبك لا سمح الله. فكري بيك
شو مخبي عليه؟ ماما إيسال فيها شي؟ ليش عم تحكي عن الموت؟ والله قلبي رح يوقف. قولي لي فيك شي؟ إيه يا شيماء، اليوم أو بكرة أنا بدي موت. بالنهاية الموت حق بنتي. لك صار لك ساعة شارد، إمتى بدك تتزوج أنت وشيماء؟ ما رح نتزوج. إيه؟ صعب شوي شيماء، أنا فكرت بموضوع الزواج، قررت إنه ما أتزوج. من وقت الحادثة المشؤومة لهلأ ما عم شوف غير صورة الشكران للمرحومة، ولهيك ما بقدر أتزوج. شيماء بدك تقدري وضعي. يلا أمي قومي خلينا نمشي. ساعدني لأمي. يلا عن إذنك. يعطيك العافية. بدر بدر على مهلك. شوي شوي. صوتك على التليفون ما عجبني بنوب. خير؟ شو صاير مع لميس؟ ما بعرف شي، تعالي لحتى نشوفها. بدر صاير معها شي وانت عم تخبي علي؟ لا والله، بس أعصابي متوترة شوي. لا تخافي. ها هاي الباب مفتوح، عجل شوي. وين لميس؟ هي ما أنا بالبيت، وأنا فتحت بالمفتاح اللي عندي، وكمان تليفونها تاركته. شو في مرتضى؟ وين لميس؟ والله ما بعرف، عمر كان عندها بالبيت وبعدين ما بعرف لوين راحوا. معقول يكون عمر أزاها؟ ما رح يلحق، رح لاقيه وخلص عليه. لوين رايح؟ لوين؟ بدر؟ لميس انت منيحة؟ شوفي شو بكون. وين كنتي يا روحي؟ خير؟ انتو ليش هيك مجموعين؟ قولي لي وين كنتي وليش تاركي تليفونك هون بالبيت؟ ما تواخذني، نسيته هون. امين من التليفون، شو صار معك؟ قولي لشوف بسرعة. ولا شي، بس نطرتك واضطريت اني روح المخفر لوحدي. ايه كمي، وقت حكيتك على التليفون كان عمر عندك، شو كان جاي يعمل هون؟ هلا بخبرك. احكي. يلا عصومي حبيبي، فوت لجوا والعب بغرفتك. هلا بخبرك. لك عمر ليش لحتى يفوت لعندك؟ يلا فوت حبيبي، فوت. وين العابك؟ عود هلا بتحكي. مانك شايفها مانا على بعضها؟ لازم نعرف شو اللي صاير معها. وقع عليها شوي، انت كتير عم تضغط عليها، حرام تركها شوي لحتى تروح. تاخد هاي؟ ولا هاي؟ هاي. هذا اللي صار. بعدين أخذ زينب وراح. حاولت ما خليه ياخذ زينب، بس المشكله كان معه سلاح، خفت يتهور ويعمل شيء قدام لولا. يعني زينب شافت المسدس بايده؟ اتصلت فيك بس انت ما جاوبت، ولما ما رديت اضطريت روح على المخفر لحالي، ومن كتر التوتر نسيت موبايلي هون بالبيت. المهم بالاخير شفت رئيس المخفر وحكيت بكل شيء. لك يخرب بيته، وين بيكون اخذها للبنت؟ والله مو مصدق قديش طلع واطي وحكي. كل الوقت عم قلكم وما كان حدا يصدق كلامي. تفضلوا هلا شوفوا وين وصلنا. عمر اللي كنتي توثقي فيه وتدافعي عنه دائما طلع اكبر مهرب الماس. كان معك حق من الاول. مزبوط، وكتير. وقت قلت لكم ما ارتحت له زعلتوا مني، ومرتضى هو الوحيد اللي اخذ بكلامي، حتى الغبي جميل حذرته وما صدقني غير لتقوص ونزلت بالمشفى. مين اللي قوص جميل؟ الزلمه اللي بيشتغل مع عمر هو اللي قوصه. وقت اتصلت كنت بغرفه العمليات. ايه مزبوط، وهيك بالمخفر قالوا لي. هدول جماعة مجرمين؟ أكيد مجرمين يا تولاي. شو بتتوقعي واحد بيهرب ألماس يعني شو بده يكون؟ إيه بس والله ما توقعت عمر يطلع سيء لهالدرجة. ومين كان متوقع يطلع أبوه لزينب؟ ومن هلأ بدي أقلك، أليس أختك عمر يلي قتله، وتذكري كلامي. وعلى فكرة زينب ما لازم تضل معه نهائيا. سألت الشرطة عن هالموضوع، قالوا لي ما بنقدر نساوي شي هلأ لأنه بنته، لهيك بدنا ننطر لحتى الشرطة يقبضوا عليه بالأول وبعدين فينا ناخد زينب. لا هالشي ما بصير، نحنا ما فينا نستنى، لازم نجيب زينب بأسرع وقت. أنا بخاف إنه يؤذيها هذا المجنون. روق بدر، ما بظن يساوي شي لبنته، هو بيحب زينب ولو ما بيحبها ما كان أخدها.
خلص أنا استسلمت، لأنه شو ما حكيت رح تضلك عم بتدافع عنه. لا ما عم دافع عنه، عم بقول ما رح يأذيه وبس. خلص انسي الموضوع، أنا ما عاد إلي شغل هون تمام، لأنه بعد كل شي عرفتيه لساتك مصر على رأيك. برافو خليكي هيك، ساوي اللي بريحك. لك شبك أنت؟ أنا ما حكيت شي. خلص روحي الحقي، أنا بدير بالي على عصمت. يا ربي دخيلك تصبرني. استنى بدر، بدر معلش تروق شوي وتسمعني. أوف. لك بدر افتح الباب إذا بتريد. بدر مو جاي على بالي احكي بهالموضوع، لا تضايقيني اكثر من هيك لو سمحتي. طيب رح انطرك هون معناها. اي خليكي واقفه مكانك، اليوم ما رح اطلع لبرا. لما صحت لك مرسة بيت صرت تكبر عليها، عن جد ما بيلبق لك. منه ومن سيرتها والله ما عطقت شوفتها بالزور يا الله. بس مو اصول توعدها بالزواج وبعدين ما توفي بوعدك. ها هي انت ستي، اهلا وسهلا. اهلا يا روحي، كيفك اليوم؟ لأمتى بدك تضلي راكدة ورا هالممثل؟ ولا شي، عم نحكي شوي. عم تحاكي هو جوات الكرفان؟ ها؟ أهلين وسهلين بابا، ما توقعتك ترجع لهون. ليكي أبوكي رجع مشان يطقني، طول عمره موجع لي راسي ومجنني. ماشي تيتا، أنا شوي وبجي على البيت. يلا لكان خلينا نروح، وانتي لا تتأخري على البيت. ماشي. بدر خلص بشرفك، بدر لا تبهدلني قدام تيتي. يلا فوت على الصومة. مين كان بيصدق انه عمر ممكن يساوي هيك؟ والله هالموضوع قلب لي مخي، ومو متضايق غير على هاي البنت المسكينة اللي اسمها زينب. لا وعمر طلع ابوها، والله كل شي توقعته إلا هالشغلة هي. اللي آكل همه كيف رح تضل معه، ما رح يتركها. شبكت ولاي فيكي شي؟ لا بس تعبت شوي. إذا على بالك شي بروح بجيبه. شو هالحكي، من أول يومين بالحمل بدي أتوحم. اي والله راسي رح ينفجر من الحكي اللي سمعته اليوم. لما شفت لميس حسيتها بعالم تاني، وشها بنوب ما عم يتفسر. القصص اللي صارت معها مو قليلة، شي ألماس شي مافيا شي سلاح. الله يكون بعونها، إن شاء الله تخلص على خير. إن شاء الله. شو هاد؟ تلاقي حبيبتي؟ كأنه لعبة البيبي أطول مني؟ شو؟ ومين قال لك جايبتها للبيبي؟ هي البيبي. نعم؟ ابني سجلت دورة مشان أتعلم الأمومة وهن طلبوها مني. مشان الله تولاي لا تفوتيني بهيك متاهات، قصص النسوان البايخة هي ما بحبها، معقولة أنت العاقلة تعملي هيك؟ مو بس أنا مرتضى، نحن الاثنين بدنا نربي هذا الولد، لازم نعمل بروفا على تربايته. أنا ما كان ناقصني غير هالشي، حبيبتي تربية الولد شغلة ما في أسهل منها أبداً، بتطعميه إذا جاع وبتغيري له إذا وسخ، وإذا مغص بس بتقلبي على بطنه وبتدقي له على ظهره. وما بيلزمه أكثر من هيك؟ لا الولد ما بيلزمه أكثر من هيك صدقيني. بعدين لميس ربيت اخواتها بدون ما تعمل دورات وما حدا ساعدها بشي. على كل ما تاكلي هم، انا جاهز للمساعده. ماشي يا مرتضى ماشي، بس لحتى يجي الولد رح ورجيك اذا ما خليتك تغير رايك بهالحكي ما بيكون اسمي تولعي. عصومه ليك، هاد ابني. هاد مو ابنك، هي لعبه. خلص لا تعمل مثل اولاد صغار. بدر اطلع وخلينا نتفاهم. ماشي بحكي انا وحالي وانت اسمعني. انا ما عم دافع عن عمر، انا خايفة منه مو اكتر، وبيجوز اذا ضليتك حاطه براسك انه يأذيك الك كمان. اسمعي لقلك لميس، اذا عمر رح يفكر انه يأذيني بيكون اكيد خسر حاله. مين بيكون عمر لتخافي منه؟ بقول لك رفع المسدس بوشي كان رح يقوس لك. انا فوق الميت مره قلت لك ديري بالك منه وانت ما كنت تردي. كم مره قلت لك انه هذا الزلمه وسخ ووضعه مانو طبيعي، بس ضليتك مصره على انه هو بريء. لسه من شوي كنت عم تدافع عنه قدام الكل وتمدحي. يا بدر انا مالي عم دافع عنه، انا ما بدي اي حدا فيكم يتاذى. اصلا انا عم لوم حالي على كل شيء عم بيصير. زينب انخطفت والله وحده بيعلم شو صاير فيها هلا، وامي ماتت. كل ما حط ايدي بشي عم بيخرب، ما في شي عم بيزبط معي. اذا ضليت حاطه براسك وبدك تنتقم منه واذاك، انا شو بدي اعمل وقتها؟
استغفر الله العظيم. طيب ما تاكلهم. أنا بعتذر، يمكن بالغت شوي بردة فعلي، بس مو قصدي إني زعلك. بدر مشان الله شيله من بالك، بوس إيدك افهمني، والله ما بسامح حالي إذا بيأذيك أرجوك. حبيبة قلبي ولا يهمك، خلص ما بصير غير اللي بدك إياه. قلت لي رح نروح لعند ماما، ليش جبتني لهون؟ رح نروح لعندها بعد شوي، بس بالأول في شغلة مهمة لازم نعملها، وبعدين بوعدك نروح لعند ماما، اتفقنا؟ معلم. نعم يا أغبى الأغبياء. قاعد عم تتفتل بوشي؟ لك أنت مقوس شرطي وبكل جرأة جاي لهون؟ انقلع من وشي، اختفي أحسن ما أنا أخفيك. يلا أمرك معلم. انقلع، أعلن أنك غبي. وين صار ثروت؟ شو ما خبرتوه أني مستعجل؟ بلا معلم، ما بقى إلا يوصل. شو نعمل بالبنت؟ أنت شو دخلك؟ ما بدي أسمع صوتك، انقلع من خلقتي. أهلا وسهلا. خير، شو صاير معكم؟ سمعت إنه صاير معك مشاكل والشرطة عم بيدوروا عليك. الموضوع بيخصني لإلي. أنت رح تاخد ألماساتك ورح تدفع المبلغ المطلوب، نقطة انتهى. كله تمام معلم، وهلأ صار فيك تمشي. ببقى بتصل فيك مشان الدفع التاني. لا تتصل، مفهوم؟ لأنه أنا في عندي شيء أهم منك. لمين هالبنت؟ دير بالك منيح، الناس اللي مثلنا ما بيصير يتعاطفوا مع حدا. سلام. أنا خلقة حاسة بتأنيب الضمير، ما تجي تزيد علي. يعني لو سمعت كلامك كشفت حقيقته من الأول، يمكن اليوم ما صار اللي صار. ما قصدي زيد عليكي، بس وقت اللي صرت تقولي عنه شخص حنون كتير انقهرت منك. يعني كيف بيكون حنون ومجرم؟ شلون ليش زبطت معي؟ عنه أصلا؟ بس كان قصدي أقول إنه أبوها وبالمنطق ما رح يأذيها. والله بالي مشغول عليها كتير، حاسة قلبي مخنوق. نحن المفروض ننقذها بس بشكل قانوني. معك حق، وأنا كمان بمشي بالقانون، بس معقول نترك زينب مع واحد مثل عمر؟ ايه فهمت عليك، خلي الشرطة تقبض عليه بس، وبعدين نرفع دعوة وناخد حضانة البنت. خلينا نشتغل بدون مشاكل، اتفقنا؟ ماشي ماشي، إن شاء الله بتصير الأمور مثل ما بدنا. بدر أنت سبق ووعدتني، ومع هيك ضليت حاطه براسك. فروض أنك رحت بدال جميل أو راح مرتضى وتقوص، شو كنت بساوي أنا؟ بس هون في شغلة مهمة، جميل ما تقوص غير لأنه غبي. أنا رحت وشرحت له شو راح يصير، بس ما اقتنع بكلامي. يعني لو استوعب كلامي بجوز ما كان وصل لهالمواصيل. طيب الحق معك، أنت ساويت اللي عليك، وهلأ رح نترك الموضوع للشرطة، اتفقنا؟ خلصنا بقى، حاجة نقي. خلص فهمنا. منيح. بالمناسبة أنا كتير آسفة لأني ما وثقت بإحساسك وما رديت عليك. أوه وأخيرا والله، برافو. قلت لك رح يجي يوم وتعتذري وصار، وهلأ يا لميس إجا هذا اليوم يلي تعتذري فيه. عموما أنا شخص ما بيغلط وما بحب الاعتذار. إيه هي علينا، كثير بتكون مزعوجة إذا بتعتذري. إيه طبعا طبعا بتزعج. وين رحتي؟ صراحة مشغول بالي على زينب. ها رجعوا الأولاد. عم أحلف لك والله أنا شفته بعيني كيف رماها. لك إيه عادي كتير يا أولاد.
يا اهلا وسهلا بالعشاء. لميس انت لساتك متضايقه مو هيك؟ لا مو متضايقه بس بدي احاكيكم بشغله. شو القصه؟ بابا عامل مشكله جديده؟ فكري يا ليبول ما بيقعد من دون مشاكل. لا ما عمل شيء وليكو بالبيت انا اللي غلطت هالمره. بس انت يا لميس ما بتغلطي ابدا. لا حبيبتي هي ما عملت شيء. خلص انت شو بدك؟ اتركي الموضوع علي انا هلا بشرح لهم. الموضوع بيتعلق بعمر. ايه القصه هي انه عمر طلع بيهرب الماس وعلى الاغلب الالماس اللي عندكم لإله. لك شو عم تحكي انت؟ ايه والله يا احمد اياكم تتعاطوا معه واذا شفتوه باي مكان لا تحكوا معه ولا تقربوا منه حتى. اتفقنا؟ لميس انت الصبح ما كنتي رح تسلمي الالماسات للشرطه؟ لا تكوني بطلتي وما عطيتيهم اياهم. اكيد هي متضايقه لانه عمر بيكون ابوها لزينب. مشان هيك طبعا زينب راحت معه كمان. كيف؟ بسيطه لا تقلقوا نحن حنرجعه ورح تكون بامان ما رح نتركها بين ايدين ناس مجرمين. اكيد بدنا نرجعها على بيتنا. انت حاجه تتوتري. ايه والله تعبت عني. اي يلا روحوا على البيت انا شوي وبلحقكم لكمل حديثي انا وبدر. يلا تعالوا. طيب حمان تعالي نصلي عمر يطلع ورا هالقصه. خلصنا عمي والله صرعتيني ونفختي لي قلبي. ها ما بدي. شو الشغلة بالزور يعني؟ من وقت موتت شكران ما عطقتها ما بدي اتزوجها. لا اله الا الله. بعدين انت بتعرفي انه شكران ماتت من فطاير شيماء؟ بتعرفي ولا لا؟ شو هالحكي الفاضي يا غبي؟ ماتت بجلطة الدكتور مو هيك قالك؟ يلا خليك هيك ارمل مع اولادك ايتام. ها تعالوا حكوا مع ستكن وفهموها. يا تيتي امي ماتت والله يرحمها ونحن ما بدنا نغير. الله شو من وين جايب هالذكاء كله ومين بده يخدم حضرتك؟ شو نسيان انه اختك عن قريب بدها تتزوج؟ ها ولا بدك اياها تضل قاعده عم تخدمكم؟ تيتي بدي اقول لك كلمه. مو ماما ما صار لها زمان متوفيه مشان هيك بابا مو حابب يتزوج مو هيك بابا؟ انت صايره كثير تحكي ما انك شاطره غير بالنوم والاكل. المفروض انه ابوك يتزوج. والله على جستي ما بتجوزها. حاجه بقى شو هالشغله العظيمه؟ بعدين اذا بدها تتزوج تروح تدور لها على واحد غيري. بدي ضل هون مع اولادي. أوه. لا بقلك. ومن امتى هالحكي بالله؟ من اليوم ورايح وراح اثبت لك. انا بطلت حب وغرام. اولادي راح يكونوا اهم شيء بحياتي. والله اذا بشوفك بعيوني ما بصدقك. يا ضيعان هالولاد بهيك اب. المحبه مو بالحكي. ايش انتو يا اولاد يلا لشوف بدكن تحكولي بشو انا قصرت؟ بعمري ما قصرت مزبوط تركتكن لحالكم بس دائما كنت اتفقدكن. حكولها قسمة اشرحي لها لستك كيف الاب بيكون واذا بدك اكتبيها كتابة. ايه قسمة والله يا نيالنا فيك اول مرة بشوف اب مانو حافظ اسماء اولاده. حاجتك كترة حكي. شو بدي اعمل لك اذا انتو ميت واحد؟ شو بدي احفظ لاحفاظ؟ أنا من اليوم ماشي رح ورجيكم شلون بدي صير من أحسن الأبهات ورح تشوفوا حالكم فيني. وأول شغلة رح تشوفوا شلون رح صفي حسابي مع هديك رئيسة العصابة. والله لخليها تندم على كل كلمة قالت لي إياها امبارح. هلا أنتوا بتضلوا مقضينا هيك طقحناك؟ شو ما بتتغدوا أبدا؟ المهم مشي الحال ونفد جميل. إيه والله للأسف قدر ينفد. وقف قلبه شوي وقلت خلصنا منه بس بعد شوي رجع ينبض. لا تقول هيك حرام عليك. ليش؟ بتعرفي شو؟ والله كنا خلصنا من موضوع الطلاق. بتصدقي لميس اول ما وقف قلبه تذكرت كل افعاله معنا وتفاهته. بس فجاه عملت كل جهدي لحتى انقذه. عملت له مساج لقلبه. انت عملت له المساج؟ انا بالنهايه هي حياه بني ادم. يعني انا وياك نفس الشيء ضميرنا صاحي على طول. القصه مو قصه ضمير القصه قصه مبدا. بتعرف شغله بركي برد لك هالمعروف هلا وبيمضي لحاله على وراء الطلاق. جميل؟ لا لا ما بظن. ليش بدر؟ تفائل شوي مو هيك بالعادة. بس الواحد يقرب من الموت وبينفد منه بيقولوا انه بيتغير فجأة وبيصحى ضميره. ايه انا رح كون متفائل. ماشي بكرة منشوف ان شاء الله على الاكيد. يلا الاولاد ماتوا من الجوع يلا. ايه والله تأخرنا عليهم. Thank you.
بابا شوفي. دخيل هالوش شو نام فيكو؟ عصومة. هذا عصومة. عصومة مرق عليكي أفشل من هيك أب أسماء أولاده محافظهم. ليش تركت لها شيء ماء بابا؟ ها؟ ليش لا تنفصلوا؟ كانت تحبك وتهتم فيك على طول. والله المخلوقة على سلامتها بس ما حبيتها. شكرا أخذت عقلي وقلبي مع انها هبلة ومجنونة بس هي كانت حبي الاول ويمكن الاخير. مظبوط معك حق تتضايقي منها وتزعلي لانه حملتك مسؤولية البيت وانا كمان تركتكم بس انا بحسدك لانك حافظة اسمائهم وحافظة كل مشاكلهم. وبيحبوكي أكثر مننا والله. لولاكي كانوا ضاعوا. انت ربيتيهم كلهم ودرتي بالك عليهم. لازم يحبوكي أكثر مني. شكرا بتعرفك قوية ولهيك تركتك ومشيت. يعني كانت بتعرف انك قد المسؤولية مشان هيك طول عمرها بتترك البيت وبتتركنا. الله يرحمها. انا طلعت احسن منها. صح انا بروح بس ما تركتكم. صح انا بشرب كتير وقضيت كل عمري بالشارع بس ما رحت من بالي ابدا. هيك صار شو اعمل. انا كنت طفله وربيتهم من طفولتي وانا حاملهمون. حملناك الهم لانه كنا منعرف انك اوعى مننا. حتى حنونة أكثر مننا. ليكي قديش بحبوكي. بس بتعرفي لو ما كنا أب وأم زراف ما كنا جبنا بنت ظريفة مثلك. والله خلص انسي شو فائدته هالكلام. ماله لزوم. أنا ما بزبط إني يكون أب بس الله وكيلك. ما كنت أقدر أنساكن. أنا مو منيح بس أحسن من غيري بكتير. صح لي إنه أتزوج بس رفضت مشان أولادي. شو بدي أعمل هيك نصيبي وأنتو كمان هيك نصيبكم بالدنيا. وما حدا بيقدر يغير النصيب. لميس بس قلبي بضل أطيب من قلب ولادك. مين ما فهمت؟ هداك ثروت اللي عنده أموال ما بتاكل النيران. شفتي شلون؟ الحقير زاتت ابنه هون ومسائل على ابنوب واحد ندل. إيه على الأقل أنا ما عملت مثله. إيه مزبوط أنت أحسن. تسلميلي.
عن جد محظوظ أنا لأنه عندي بنت مثلك. شو بدي أحسن من هيك؟ حبيبتي يلا قومي جهزي لي تخت حتى نام، تعبت كتير. مرحبا، كيفكم؟ اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه يا شباب. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يسلمكم. شكرا. اهلا وسهلا بجميع. اهلا فيكي. شكرا كثير. نور القسم. شكرا والله. لك. تعالوا يا شباب. الحمد لله على السلامه يا جماعه. ما في داعي. الحمد لله على السلامه. شو بدك ماله طعمي؟ الحمد لله على السلامه. الشيء اللي صار. الحمد لله على السلامه. عن جد مش حلو. الحمد لله على السلامه. نور المكان. والله شكرا يا شباب. شكرا. احترامي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وما على قلبك شر. شكرا كثير سيدي. الله يسلمك. بفضلك نحن قدرنا نوصل لزعيم العصابه. سيدي انا ما ساويت غير واجبي. والله انبسطت. طمني كيف صرت؟ انت ليش ما ضليت بالبيت لحتى تتحسن؟ ما تاكل همي سيدي، انا الحمد لله منيح، ما فيني شيء. بعدين عندي شغل كثير ولازم تابعه، واصلا لازم نخلي هذا الواطي يدفع ثمن الشيء اللي عمله معي، مو هيك؟ ايه لازم. واذا حابب انت تستلم القضيه خلي احمد يخبرك لوين وصلنا فيها، وبعدها فيك تباشر شغلك. ماشي سيدي، شكرا. معافى. والله اشتقنا لك يا زلمه، المخفر ما بيسوى شيء من هلا. تعال اللي وين صرتوا بالقضيه، وحياتك ما بيكون اسمي جميل اذا ما بخليه يندم على الشيء اللي عمله. ايه الله وايدك. رح جيب لك الافادات اللي اخذناها. شو متحمس؟ ايه جيبهم بسرعه يلا. واصلا بدي اجيب بدر ولميس مشان اخذ افادتهم. لو سمحت احمد استدعي لي اياهم مشان نبلش. طيب جميل، تكرم عينك. هلا رح استدعيهم. لك شو عم يصير؟ العمى بقلبك العمى، الله ياخدك. شبك؟ ليش عم تخبط من الصبح؟ سرعت راسنا. لك فكري شو عم تعمل عندك؟ بابا؟ بابا شو اللي عم يصير هون؟ يا الله بابا شو عم تعمل من عند الصبح؟ بنتي ما انت قلتي لي انه المغسلة عم تنقط ليكني عم صلحها. طيب يعني ما فيك تجيب حدا يصلحها؟ انت ما بتعرف تركب برغي، اعمل لي حالك مصلح لك. كسرت المطبخ. بدي دغري سويتيني كسرت المطبخ، وبعدين كيف بدي اعرف وين المشكلة؟ شوفي الجلدة هون خربانة. فيكو روح على محل الصحية اللي بيقول لك عم يعطيني 4 جلدات من هاي. متأكد؟ ها؟ ليش شو مكتوب على كنستك؟ كتب اسماءكم وعلقها؟ لا عن جد هيك كتير، شو هالتصرفات المجنونة؟ يا الله يا بابا، رجعت مرة تاني كتبت لك اسمك؟ بابا شباب امتى رح تخلص من هاي الشغلة؟ لأنه أنا بدي أحضر الفطور. بنتي ضروري هلأ تحضروا الفطور. يا الله شو صاير عليكم؟ روحوا من وشي واشتروا أي شيء من برا وكلوه. يا عيني، إن شاء الله يكونوا هدول جماعة المبيدات الحشرية، بلكي بيشوفوا هالمنظر وبيرشوا عليك مبيدات وبخلص منك بقى. يا قادر يا كريم. صباح الخير. إيه؟ صباح النور أحمد. شوفي قبضتوا على عمر يعني؟ لا مو هيك الموضوع، بس بدك تروحي معي لناخد إفادتك. لا خير، شوفي من الصباح ليش بدها تروح على المخفر؟ لأنه بدنا إفادتها بخصوص عمر. طيب رح روح غير ثيابي وإشي. يلا ماشي. شو هاد؟ يعني بدك تروحي لهنيك لحالي؟ لا شو لحالي، هلا بدر جاي. أنا رايحة على المخفر. ليكو يا ولاد اشتروا شي بالمدرسة وكلوا، عم تسمعوا؟ أحمد شوفون أنت، أنا فايتة غير ثيابي. يلا أحمد بابا فاكك مغسلت الحمام. الله لا يوفقك على هالعملة اللي عاملها. فكري أنت شو فايتك؟ قاعد عم تكسر أغراض البيت وبعدين بتقول أنا ما سويت شي. ستي مشان الله احكي لك معه شي كلمة، إذا ضل هيك رح يكسر البيت. شو بدي أحكي معه أنا؟ شو طالع بإيدي ساوي يعني؟ تعال عندي حاجة تخرب بالأغراض، مو أنت أبوهم لهدول الأولاد؟ يلا روح مع بنتك، قال طالبين على المخفر، قوم شوف شو بدهم. كوني مطمنة بتدبر حالها، بعدين لا تفوتيني أنا بقصص الشرطة. فكري خلص ماشي. يلا قوم روح مع بنتك. حاضر حاضر مثل ما بتأمري، بس بالأول خليني روح ساوي دوش صغير مشان الوسخ، وبعدين بروح معها على المخفر. أصلا ما بيصير أتركها لحالها لأنها غبية وما بتعرف تحكي شي. خدولا يلا روح الحمام ولا تتأخر مشان تروحوا بسرعة. لك أنا عن جد ما بعرف شو هالعذاب اللي عايشينه، يعني إذا ما نو قدران يكون قبل ليش لحتى يجيب أولاد؟ طيب هنن أخذوا إفادتنا،
يعني شو بده منا جميل؟ إفادتنا صارت عندكم. شو نسيت إنه قوصوا جميل من فترة؟ ومشان هيك جميل آخذ الموضوع بشكل جدي، ورئيس المخفر كمان كلفه إنه يحقق بنفسه بهي القضية، ولهيك بده إياكم تروحوا معي. فهمت عليك، ماشي. طيب يلا جايين. تعوا روحوا معي بسيارة الشرطة بلا ما نتأخر. يلا جايين، خلص روح. يا ترى السيد جميل شو بده منا هلا؟ هلا رح نعرف. بسيطة، خلينا نفتح موضوع الطلاق ما دام رايحين لهنيك. يلا امشوا على المخفر، رح روح معكم. شو قلت بابا؟ بنتي لا تخافي حبيبتي، ابوكي ما رح يتخلى عنك ويتركك، رح روح معك على المخفر. ايه بابا ما في داعي تروح وتتعذب. خلص ولا كلمة، انا ابوكي، نفسي من دون اعتراض. يلا امشوا انتوا اثنين قدامي. بابا تعال، وين رايح؟ هون السيارة. يلا لكن امشوا. لك شو ابوكي فهمين؟ ركاب ركاب. بالأول بناخد جهدنا، وهلأ بنعمل زفير، ورح نضل نكرر هي العملية لمدة دقيقة. حاول يكون الشهيق عميق كتير تماما بهذا الشكل. شو في هالأشكال؟ لك فاهميني شو رح نعمل هون؟ شبك شو صار لك؟ رجعوا مو عاد هلأ لورحنا اتفقنا. وأهم شي تكونوا مرتاحين على آخر. ايه مزبوط، بس مو هيك. اسمعوني لك، يلا استعجل. أنا بتياك شبك تأخرنا وبلشوا بدرس قدامكم تماما. وهلأ بدي منكم تاخذوا نفس يفوت على المعدة ويوصل لجوا. أهلا وسهلا. مرحبا، كيفك؟ كنا عم نعمل تمارين التنفس. اتفضلوا عدوا معنا لو سمحتي. ايه تمام، امشي. تفضلي، خلي زوجك يمسكك من ورا. امسكها من ورا؟ مثل خلص طيب. حلو كتير. هلأ تنفسوا، وهلأ بدي إياك تحط إيديك حوالين بطنه. بدي إياك تاخدي نفس عميق كتير، وبعدين زفير. خدوا نفس قوي شباب، وانت خد نفس. طيب معلش اسأل سؤال صغير، مشان شو نحن عم نتدرب على النفس؟ ها؟ يعني نحن مو حوامل. ليش ما رح توقف جنب مرتك وقت الولادة؟ كيف؟ ايه المفروض؟ انا شلون بدي وقف جنبها؟ بعدين ولا واحد من عائلتي عاملها، الرجال شغلتهم معروفة، مو هيك يا جماعة؟ طول عمر الرجال بيوقف قدام الباب لتخلص مرته ولاده. شو هالحكي؟ بفهم منك انك ما رح تكون جنبي وانا عم بولد ولادك مرتضى؟ يعني كلكم رح تفوتوا مع نسوانكم؟ شو رأيك تكملي؟ يلا رح نبلش. وهيك يا أحمد، مثل ما قلت لك، بتلاقيهم بيخلفوا بيزتوا أولادهم بالشوارع. أصلاً الأب لازم يكون هيك مثل النسر، حامي أولاده تحت جناحه، مثلي مثلاً. شوفتي شلون مع أولادي؟ لا إله إلا الله. تمام حبيبتي، اهدي، طولي بالك عليه، بلكي تغير. لك ما تغير ولا شيء، إذا بضل هيك أسبوع رح أعطيك اللي بدك إياه. تفضلوا ارتاحوا لبين ما نادي لجميل. شكراً أبو حميد، تعالوا عدوا. أهلين يا لميس، شلونك؟ أهلا وسهلا سامح بيك. شو مشاني؟ وانت كمان أهلا وسهلا فيك. ايه شلون صرت؟ منشكر الله أنا ممتاز، يعني منيح أنه تذكرتي تسألي بما أنك ما جيتي تزوريني، قلت أكيد مشغولين. بغض النظر عن السبب، بس حبيت أخذ إفادتكم من أول وجديد اليوم. ليش إفادتنا مو موجودة عندكم؟ مزبوط، عطوك إفادتهم. بعدين كل شي منعرفه عن عمر قلنا لك يا. ايه هنن حكولك عن عمر كل شي. بابا بكفي بقى، هنن كلفوني شخصيا بهي القضية، وبتعرفوا أنا اللي كشفته. ومشان هيك كل المعلومات اللي بتعرفوها عن عمر بدي اياكم تعيدوها وتقولوا لي اياها من أول وجديد. فكرناك وعيت بعد اللي صار، بس مو الهيئة. يلي بفهمه هلأ أنه أنت استدعيتنا لهون لتعقد الأمور بزيادة وبدك تضيع وقت، ما هيك سيد جميل؟ ايه ممكن تشرح لنا ليش عم بتساوي كل هاي التعقيدات؟ بابا معلش خليه يكمل. لك شو هالحكي هاد؟ كل القصة اني بدي حل الموضوع. انا عم حايق معكم لانه انتو فوتوني بقصة عمر غصبا عني. شو قصدك هلا نحن اللي ورطناك بقصة عمر؟ شو هالحكي؟ هذا مو انقذ حياتك ورجعك من الموت؟ مصر تضايقه؟ يعني مو عيب عليك تضايقه؟ شبك شو يعني بدكم؟ يعني بوس ايده؟ والله هذا اللي ناقص، ما عمل الا واجبه.
وما تنسي اني طوصت وانا عم حاول طلعك من القصة، ولا نسيتي؟ الله يطولك يا روح. شوف لقلك، سمعني منيح، مو برأيك نحن السبب؟ تمام، رح جيب لك الوراق لنوقع عليهم ونطلع من حياتك وبتخلص منها، هيك اتفقنا؟ هيك بالضبط. استنوا، لك هذا المجنون شو عم يحكي؟ هلا بنحط الحفوضة هيك بالنص؟ شوفي بنتي اللي مثل القمر، تقبريني يا حياتي، تعو شوفوا هالبنوتة الشطورة يلي ما عذبتني بتغير الحفوضة، دخيل قلبك يا روحي. والله بتجنني يا مدام تولاي. هيك صح، حلو انك تحكي مع الولد بهي الطريقه وانت عم تغيري له. تسلمي لي، شكرا. يعني في عندي خبره بسيطه بهالشي، لانه جارتي اللي جنبي في عندها 5 اخوات صغار وانا ساعدتها شوي بتربايتهم، فيعني مشان هيك في عندي خبره بسيطه بهي الامور، عرفتي شلون؟ حلو كثير. شكرا. لكان شو بدك بهالدوره؟ سمعت الانسه شو قالت؟ مو لازم تحاكي وانت عم تغير له، ليك كيف عم يتطلع فيك ويضحك لك؟ ما هون مالك شايف قديش هالبيبي حلو؟ ايه مظبوط. ولازم تحاكي وتريحه بتغيير الحفوضة. لك خلاص بكفي جنان مشان الله تولاي، شوفي شلون قطعت البلاستيك عم تضحك علي. يا حبيبي هلأ الأبوة بدها تركيز عالي كتير وبدها حب كبير، يعني انت لازم تعطي ابنك كل شي بتقدر عليه. لك شبك هاد بيكون ابنك؟ لك يا الله. فكر شوي. ترجع بتقول ابننا شو هاد؟ شو بيعرفني طلعت بيدي؟ شو هاد؟ أنا جبتك لهون لتفضحني؟ إن شاء الله تكون انبسطت هيك. معقول تارك كل أشغالي وأعمالي وقاعد عم حفظ لعبة؟ خير؟ سيد مرتضى، شو نسيان إنه زوجتك حامل؟ الكل بيعرف إنه المرة بهيك وقت بتكون حساسة لكتير من الأمور، وأكيد بتستحق أنك تدعمها وتوقف جنبها، مزبوط؟ ايه طبعاً يا مدام، بتعرفي أنا رايح شوفها. تولاي؟ تولاي؟ يا روحي وين رحتي؟ يا ربي حبيبتي ليش البكي؟ والله بدون قصدي. شو صار لك؟ تولاي؟ والله انكسرت بإيدي غصباً عني، يمكن لأن بلاستيك. لك مفكر حالك ذكي مرتضى، ما تكذب علي، عملت هيك قصداً، شو مفكرني ما بعرفه؟ لك يا عمري شبك انتي مشان الله ما تحكي هيك، وبعدين كل الموجودين كانوا عم يطلعوا علي مشان هيك تلبكي. على اساس لو كنت بالبيت ما كنت عملت هيك، شو كنت رح تغير له الحفوضة انت؟ ايه طبعاً بغيرها والله، وحياتك بعملها. يا روح قلبي اسمعيني شوي، انا بوعدك اني رح كون اب بياخد العقل وبيجنن. بعدين قليلي هدول اللي قاعدين جوا شو عم يعملوا؟ بناخد اللعب ومنجرب بالبيت، ما بدها شيء، مو صعبة. حبيبتي مشان الله وقفي بكي. تمام طيب انا موافقة. ايه؟ لنشوف شو اخر تمام. ايه؟ لك ليش هالدموع؟ ما بعرف شو صار لي مرتضى، بس كتير انزعجت وحابة ابكي. تعي تعي يا روحي قربي. جوهاري رجعتي؟ باعتبار انك انت رئيسة بالشغل فياريت تخليه يطلع بنتي، معقولي هالحكي بده يتزوجها بالغصب؟ يعني مثلا ليك امي حاولت تتزوجني من شيماء، بس باعتباري ما بحب شيماء ما تزوجتها، يعني هي الشغلة ما انا بالغصب. اللي عم قوله مزبوط؟ شو رأيك انت؟ ايه طبعا ما بيصير. شفت؟ مو عيب عليك يا جميل؟ اذا البنت ما بدها اياك مو المفروض انك تطلقها؟ مزبوط. بس يا سيدي خلص بقى جميل، بكفي، جيبي لي هاي الوراق وجميل هلا رح يوقعها قدام عيوني. لا تخاف، ليكم معي بالشنطة. سيدي لازم تسمعني بس شوي بعد إذنك، هذا الشي ما بيصير. مثل ما بتعرف أنا مستلم تحقيق مهم وجبتهم لهون على أساس نكمل التحقيق، وموضوع الطلاق ما فتحته بنوب. ما تواخذني بس أنا ما بقدر أخلط حياتي الشخصية بشغلي. جميل شو صاير له؟ ليش هيك عمل؟ سيدي مو صاير له شي، على فكرة هو من يوم يومه هيك. تعرف شو؟ أبوه الله يرحمه مات من كتر ما كان واطي وحقير. هي آخر مرة بتفتحوا معي قصة الطلاق، وإلا بتشوفوا شي ما بيعجبكن، وما تحلموا أني وقع على الوراق أبدا. بدك توقعون وإنت عم تضحك وتلعب. لعلمك علقته مع الشخص الغلط. بكرة منشوف قرار المحكمة رح يجبرك إنك تطلق، هالشي رح يصير، فاختصر على حالك من الأول. لا لا والله ما حذرت، القضية رح تستمر لسنين إذا ما رضيت تطلق، وهذا اللي رح يصير. ما كنت متخيل انك شخص مريض لهالدرجة، لك ماني مصدق انك هيك. ايه نتواجه تمام، لك اذا ما بخليك تندم ما بيكون اسمي بدر، ورح تطلع من حياتنا غصب عنك.
وشو بدك تساوي؟ تقتلني مثلا؟ شوف، رح تتمنى للموت ورح تندم على اليوم اللي خلقت فيه. انت لسه ما بتعرفني، بنصحك تدير بالك على حالك وتفكر منيح. خلينا نمشي. شلو شفتي؟ وهي انا اجيت معك وتصرفت كأب واعي وحليت المشكلة كلها. بابا شو حليت؟ انت خليته يجن زيادة. يجن وشو هالشغلة؟ دخيلك يا الله، شو قال رئيس المخفى؟ بده يخليه يوقع الوراق ورجله فوق راسه. شفت شلون انحليت؟ ايه كتير منيح. هلا شو بدنا نساوي؟ ايه والله نسيت، في عندي شغلة كتير بالبيت. اسمعين، ما تاكلي هم هالموضوع ابنه، ومثل ما قال ابوك من شوي رح يوقع هالوراق. وانت ليش متأكد؟ شو رح تعمل؟ بدك تخوفه؟ أنا بعرف كيف اتصرف معه. مو هو ما بده يوقع؟ أنا رح كسر له راسه ووقفه عند حده. بدر مشان الله انساه، بضل شرطي، ما بدنا نوقع بمشاكل وبلا ما نكبر الموضوع. شبك أي مشاكل؟ هذا اللي ناقص. يا ريت إيدي انكسرت قبل ما ساعده، كان مات وارتحنا منه. يلعنوا واحد واطي. حبيبي ليه؟ مشان خاطري، ما صدقنا خلصنا من قصة عمر، ما بدنا مشكلة جديدة. يعني كم سنة بدنا ننطر لنتزوج؟ المحامية قالت إنه القضية مو سهلة بنو. طيب اهدأ أنت، أنا بحل الموضوع تمام، ترك جميل بحاله. هاتي لشوف كيف بدك تحلي. ليك يا مجنون، أنا رح أحكي مع أمه، المرأة أصلا ما بدها يعني، وهي بتقنعه. لك يا لميس، لو كانت بدها تقنعه كانت أقنعته من زمان. إيه بس ما تنسى إنه أنت أنقذت حياة ابنها، بعدين أكيد هي بتعرف تتفاهم مع ابنها. يعني برأيك أمه بتأثر عليه؟ إيه لكان طبعا. في مجال تهدى شوي وانسى لهذا جميل، وبوعدك أني حل الموضوع. لسه بعد عن هاد وبعد عن هداك، ما عم أفهم شو صاير لك لميس. يعني أنت أمي ولا حبيبتي؟ شو هاد؟ إيه خلاص عمالي بريحك، خلي عمري أوصك وهداك يستك بالسجن. عمالي بريحك، شو دخلني أنا؟ خلاص ما عاد أتصرف مثل أمك. استني تعالي لهون لشوف. شو شبك؟ ليش عصبتي؟ بعدين أنت لوين رايحة؟ يعني كلمة وطلعت، ما بدها تنفعلي وتعصبي علي لهالدرجة. حاجة لسه، كل واحد بده يعمل يلي بده اياه، وهذاك التاني مو راضيان يحكي اي شيء. خلاص انا ما دخلني، اعملوا اللي بريحكم، بيقوصك بيحبسك تصطفلوا، روحوا ذبحوا بعضكم، انا ما عاد دخلني بالمرة. لميس استني. نعم. اسمعيني شوي، خلص بعتذر منك، ما كان قصدي اني ضايقك بحكي. يعني الانسان عموما وقت اللي بحب من قلبه ممكن يكون اي شيء، ممكن يكون ام، وممكن يكون اب، ممكن يكون اخ، وبعدين أنا بشوفك كل هدول. لقيت لها فتوى يعني؟ مو فتوى حبيبتي، المهم عندي تضلك رايقة. طيب أنا بتفاهم مع جميل. تمام، بس بشرط واحد، إذا ما قدرت أمه إن تقنعه بالطلاق وقتها أنا بدي أتدخل لنتفاهم. تمام حلو، خلص بوعد. طيب اتفقنا. صحيح قديش الساعة؟ شو بيعرفني أنا؟ لازم روح على المشفى بسرعة، تأخرت كتير. طيب يلا لا تضيع وقت. سلام. سلام. إذا ما بخليهم يركضوا بالمحاكم ما بيكون اسمي جميل. بس بدي أفهم، يعني أنت ليش مصر إنك ما تطلقها؟ طلقها وخلص. ما شفتهم شو عملوا معي من شوي؟ متخيل الموضوع بهالبساطة؟ فضحوني قدام الكل هون، أنا طول عمري محترم بهذا المكان، إجوا عملوا لي فضيحة. ليك يا جميل، شوف لقلك، خلينا نحل قضية التهريب ومنكمش الزلمة اللي بالدنيا، وساعتها أكيد رح يرفعوك بالشغل وبتخلص من الموضوع. والله مزبوط حكيك، المهم انهم يرفعوني، وساعتها رح فرجي هدول العالم يلي كانوا هون شو قيمتهم على المظبوط. ادخل. سيدي عن جد ما تواخذني، عصبت قدامك قبل شوي بس ما قدرت اضبط اعصابي، بعتذر. شو قصتك جميل؟ شو يلي صاير بينك وبين هاي البنت؟ يعني عم تقلك ما بدها اياك؟ عجبتك هالفضيحة يلي صارت بالمخفر؟ لا ما عجبتني سيدي، اسمح لي وضح لك. يعني عمر بيكون قرايب هاي البنت، ما بعرف إذا عندك علم بهالشي، يعني هذا اللي اسمه عمر بيكون صهرة جوز أختها للميس أليبول. ايه رح أقلك شو قصدي. يعني لا تنسى أنه لميس كانت تشتغل عند عمر بمحل الكوي، بركي هدول العالم بيكونوا عم يشتغلوا مع عمر بالتهريب كمان. مو معقول، مستحيل هذا الشيء. معقول ليش لا؟ بعدين ما شفت بعينك كيف اجوا واخترعوا هاي المشكلة بالمخفر وغيروا الموضوع كله وتهربوا من الاستجواب؟ شفت مو هيك سيدي؟ يعني انت مالك عم تستغل هاي القضية لتنتقم من هاي البنت مو هيك؟ سيدي ليشك عم تقول؟ حياتي الخاصة شيء وشغلي شيء تاني، بقدر افصل منيح بين الاثنين، انت بتعرفني شلون.
بعدين ليكون بعلمك الماساته لعمر لقيناهم ببيت لميس وهذا دليل واضح. ايه بس هي اجت وقدمت شكوى. مزبوط هي اجت، بس نحن لازم ناخد احتياطاتنا ونحط ببالنا كل هاي الاحتمالات. يعني كانوا يشتغلوا سوا وصار بيناتهم خلاف ولميس عملت هذا الشيء لتاخد بتارة من عمر. يعني قصدك تقول انه ممكن يكونوا عم يلتقوا بعمر؟ كل شيء وارد سيدي. يعني تعرف انا بشو عم فكر؟ عم يخطر لي انه نحن منقدر نكمش هذا اللي اسمه عمر بكل سهولة عن طريق لميس. واذا كانت لميس عن جد ما نشركة هي وياه، فخليها تجي لهون وتساعدنا لحتى نقدر نكمشه لعمر. فكرة والله، روح حكيها لنشوف واذا وافقت رح نجهز للعملية. تمام، تحت امرك سيدي. جميل، اذا قدرت تكمشه لهالمجرم وحليت هاي القضية رح ابذل كل جهدي لحتى يرفعوك مرتبة يا جميل. ان شاء الله منبيض وشك. لميس، اهلين تولاي. على فكره كنت جاي لعندك هلا. سجلت انا ومرتضى بالدوره تبع الحوامل، وعن جد كان اليوم كتير حلو. وهي رجعتي من الدرس، بس لو بتشوفي شو بيعلمونا هلا. عن جد في هيك دوره؟ ايه، ما قلتي لي شو بدك. ايه، هذا الغليظ اللي اسمه جميل كبر القصه كتير وما عاد نقدر نخلص منه. والتاني بدر بضل بيقلي بدي اضرب وخانه، وانا خايفه انه يأذي حاله. والله محتارة شو أعمل. وحتى مرتضى رح يجنني كمان، هو ما حب للدورة وبده يانا نضل بالبيت. معقول هالحكي؟ مرتضى حيحضر الولادة؟ حيحضرها طبعا، مو هو أبوان للولاد؟ اي مزبوط. انسي وشيلينا من سيرته. شو حتعملي مع جميل؟ يعني شو بيعرفني؟ قلت لبدر اني رح احكي مع الخالة فاطمة، بركي بيروق شوي. بس بتعرفي يعني فاطمة اضرب من ابنها. اي اضرب بكتير. والله الحكي اللي قالته هداك اليوم مو قليل بنوم، غبية. اوه تولاي، طيب قولي لي شو بدي اعمل؟ ما في غير نلاقي لجميل عروس جديدة، بركي بيحبها وبيحل عنك ومنخلص منه بقى. اوه ليش اي جدبة رح ترضى تتزوجه؟ ها اذكر الديب وحضر القضية. جميل ايه ردي عليه. اللي جميل. لميس، القهوة يلي بآخر الحارة انت بتعرفيها؟ بدي شوفك هنيك، في شي مهم بدي قلك يا. إذا ما بتوقع على وراء الطلاق لا بدي شوفك ولا أحكي معك، انسى الموضوع. هو رح نحكي بهالشي أصلا، بدي أعرض عليك يا عرض. تمام، بشوفك بعد 10 دقايق، حاولي ما تتأخري. يلا مع السلامة. شو بده؟ بده يشوفني ويعرض علي عرض بخصوص الطلاق. ايه روحي، يعني هلأ بلكي بيكون رجاله عقل الرحمة. أنا مستغربة، من شوي كان عم ببهدل بالمخفر، شو اللي تغير هلأ؟ بس يشوف بدر مدري شو بيصير له، بيصير بده يعمل بطولات. بلكي إذا شافك لحالك بتتفاهم وبتنحل القصة. روحي يلا. أي طيب يلا سلام، ديري بالك على حالك. ايه لميس، الموضوع المهم اللي بدي احكيه انه في بوادر اترقى انا بالوظيفه، وهذا الشيء متوقف على عمر. لازم اقبض عليه وامسك عصابه تهريب الالماس، وهيك اكيد رح اترفع. ما كتير منيح، بس شو دخلني انا بهالشغله؟ عمر مانو مبين ومختفي وما عم نقدر نوصل لإله، وللاسف سجله نضيف عنا وما في بحقه غير كم مخالفه صغيره وما بينحكى فيهم اساسا. يعني هلا ما في بايدنا غير الافاده تبعك. ايه بدنا نستعين فيك. ليكي شو رأيك تتصلي بعمر انتي وتحطي معه موعد لتشوفي؟ مو بنت اختك الصغيرة عايشة معه؟ فيك تقولي له انك مشتاقة للبنت وبدك تشوفيها، ونحنا منكون حاطين لك جهاز تنصت وعم نراقبك وانتي عم تستدرجي، ووقتها بتورطيه بالحكي لنمسك عليه دليل وبسرعة منقبض عليه متلبس. قليلي شو رأيك؟ وانت حتوقع على وراق الطلاق مقابل هالخدمة مو هيك؟ ايه اكيد. ليكي لميس، انتو كل اياتكن غلطتوا بحقي كتير وظلمتوني، وبسببكن كمان سمعتي صارت بالارض. انسي اللي بدي اياه منك انك تساعديني بهي الشغلة، يعني على قليلة مشان اقدر رجع اعتباري بين زملائي بالمخفر. وبعدين بوعدك اني وقع لك على اوراق الطلاق. تمام. طيب وبركي عمر ما قبل يقابلني؟ بدك تحاولي انه تقنعي لميس، بدك تلاقي لك شي حجة. قولي له مثلا انك عم تشوفي بنت اختك بالمنام وبدك تشوفيها. ليك جميل ركز معي،
عمر إذا وافق يشوفني راح يكون معه البنت، وما راح وافق ابنه بأنه يصير قواص وعرض البنت للموت. لميس أكيد إذا معه البنت ما راح نعرضها للخطر ونقوص عليه. شو بكي أنت؟ راح نمسكه من دون سلاح، طمن. أي أنت وقت اللي قوصوك ما قدرت تحمي حالك. هلأ اتركيني من هذا الموضوع يا ستي. إذا مانك واثقة فيني تعالي واحكي مع رئيس المخفر مباشرة. بدك تساعديني قليلي هلأ إيه ولا لا؟ وقع وراق الطلاق بالأول وبقبل. شو هالحكي؟ ما تواخذيني ما راح أقدر، لأنه ما فيني وثق فيكي بالمرة. بالأول خليني يمسك عمر وبعدين بوعدك إني وقع لك على الوراق. احكي مع رئيس المخفر بالأول. هلأ بدك تساعديني موافقة ولا مو موافقة؟ موافقة بس بدي أحكي مع رئيس المخفر. طيب رح أتصل لك برئيس المخفر، بس المهم اطمني لأنه ما عمول هذا الشيء من رأسي. اتصل وبلا علاك. علاك؟ شوفوا لأبوك بالطريق، بدي أهجم عليه وأخنقه بيدي. يعني هو من وقت ما أجا نزع كل شيء وبعدين انبلت أنا وصرت صلح من وراه، معقول هالشي؟ طيب شو بدي أعمل؟ هذا هو يا أبي، يعني هو هيك تفكيره، بيخرب وين ما راح والناس بتقعد تظبط من وراه. على أساس ما بتعرفي أنت، لازم تكوني تعودتي. يعني إن شاء الله ما تكون أنت طالع لأبوك أحمد بيك، لأنه بصراحة صرت خاف منه. يا سلام، والله كملت معي. أنت من وين عم تجيبي لها الحكي؟ والله ما بعرف، مو فكري اللي بقول بيكون أبوه. ليكي، أنا ما تخيلت أنه دافع عن أبي ولا مرة بحياتي، بس على فكرة أبي بعمره ما بيخون. والله، وهذا الشيء أنا بشبهه فيه أصلاً من وقت ما أمي ماتت. صار هو هيك، يعني بتحسي أنه ضايع مو عارفان شو بده، ونحن هيك منصير وقت نحب. يعني أبوك كان يحب أمي بس مشان يجاكر أمك فيها، مو هيك أحمد؟ لك شو وسطك اليوم مهجة؟ هالحكي شو مناسبته؟ أنا قصدي أنه نحن ما فينا ننسى حبنا بسهولة. حطي هالشي حلقة بدنا. وعدني أنه ما تتركني بنوم. مستحيل أتركي. طيب خلص شلنا من هالسيرة. طيب إيه؟ موافقة تروح معي على أزمير بعد هالكلام؟ أنا بس بدي أعرف شو يلي عجبك بأزمير؟ ليش أخذت لك عالك هالقد؟ يعني حلوة، وكمان جامعتها منيحة، الطلاب هيك بيقولوا. طيب لكن شو رأيك بأنقرة؟ أنقرة ما فيها شيء. إيه صح مزبوط، أزمير أحلى وجوها بشكل عام أحلى من أنقرة، بوافقك بالرأي. بس المشكلة الفرع يلي بدي فوته وأنا ما في منه إلهم، وأنا إذا بدي أترك عيلتي وسافر لازم يكون هالشي مستاهل التضحية، فهمي علي؟ ومشان هالشي ما فيني روح غير على أنقرة. بس بدي إياكي معي طبعا. إلي بتروحي معي موجة مشان نعيش سوا أنا وإنتي وبس. أنا مستعدة روح معك على المريخ كمان إذا بدك يا روح قلبي إنتي. بالله شو بتروحي معي؟ إيه تعالي. أحمد قولي اجا الاستاذ. نحن كنا قاعدين الحقني على المكتب، بدي حاكيك بموضوع مهم. شوفي خير. لا تحكي كثير، الحقني وجوا بالمكتب نحكي. يلا لك هاد شو بده مني هلا؟ يلا ما رح طول. باي. يعني انت بدك تساعديهم ليمسكوا عمر وبعدين جميل بيوقع وراق الطلاق، مو هيك؟ ورح تساعديهم بهالموضوع؟ حكيت مع رئيس المخفر بالاول وبعدين قلت له اني رح ساعده، كمان حاولت انه اتصل بعمر بس ما رد علي. يلا ان شاء الله تزبط. واخيرا اجت الفرصه لنخلص من جميل ومصايبه. بس ما بدي هالشي يوصل لبدر. ماشي حبيبتي، يعني هو ما رح يوافق، لهيك ما بدي بدر يعرف بالموضوع هلا. لميس انت ليش ما بدك تقولي له؟ فهميني، رح يكون في قواص وخطر على حياتك. اذا هيك فانا ما رح خليك تروحي وما رح لك. اهدي شوي، شبكي ما رح يكون في قواص بنوب، واصلا انا شغلتي اني اتصل بعمر واطلب منه انه نشوف بعض، وبعدين الشرطة بتتكفل بالباقي. لكن ليش ما بدك تقولي له لبدر؟ انا بدي ساوي هيك لانه ما بدي اياه يقلق. بعدين يا تولاي بدي اعمل له هالشغلة مفاجأة واخذ له وراق الطلاق موقعين وجاهزين لعنده. هي واخيرا رح نخلص من جميل للأبد ان شاء الله. اليوم المدير استدعاني على مكتبه وقال لي انه الصغار فيهم يقدموا امتحان القبول بهي المدرسة. هو هيك فهمني اليوم، يعني خليهم يجربوا حظهم مانو غلط. وهالمدرسة منيحة مسموعياتها؟ ايه طبعا، اغلب الطلاب بكليتنا كانوا متخرجين من هي المدرسة.
خليهم يروحوا يجربوا حظهم. معلش لميس، طيب بلكي ما قدرنا ننجح بالامتحان. حبيبتي ليش لحتى ما تنجحوا؟ بعدين روحوا جربوا، مو خسرانين شي. بس هي مدرسة داخلية ونحن مجبورين نقعد فيها. ايه احسن هيك، بيروح اتنين من وشي، شو الفائدة من وجودكم؟ ايه امي حبيبتي شو هالحكي، بتزورونا اخر كل اسبوع. والله انا الهيئة ما رح انجح، بتروح لي لاس وانا بضل جنبي. سكوت شو هالحكي هاد يا فيكو، اذا ما رحت انت ما بروح انا. خلص القصة، ما بدها كل هالقد، بدرسكن انا وبتنجحوا، الشغلة سهلة يعني. ليش لحتى انت تدرسن، انت مو فاضي، خلص خليها علي، انا بدرسكن. بهيك حالي انا بوافق. اذا بتدرسني مثل ما علمتني سلة انا بضمن نجاح. خلص فكرة شبك الشغلة، ما بدها تعمل لحساب كل هالقد. صراحة انت يا بدر ما شاء الله ما بيفوتك شي بنوم. شكرا تيتي. شبكي تيتي، ما اكلتي ولا لقمة، ما بيصير هالشي. خلاص انا هلا بدي طعمي امي حبيبه قلبي بايدي، ولا يهمك. ما بتتذكري كيف كنتي انت تطعميني غصب عني وقت كنت صغير؟ يلا بلا بلا يلا، لك مو قدراني اكل ولا لقمه، لو جوعانه كنت اكلت. ما بتفهم انت؟ خلاص ما بدي بعد الصحن. قالت لك وجعاني اكل شيء. ما بدي كبت لها على ابوها. الله لا يوفقك، نزعت لي طعمي. الله يكسر ايديك على هالعمله يا دب. لك الله يلعن الساعه اللي خلفتك فيها. هذا الطقم هدتني يا حماتي بيوم عرسي من 50 سنة، والله جاي على بالي اضربك هرلك اسنانك. بابا هلا بعد الاكل صلح حنفيه المجله، مو تنسى هالشي. الحمام بالاول، نسيتي انه الحمام خربان كمان؟ وين بدنا نروح نقضي حاجتنا يعني؟ شوفي معلم، جوازات السفر اللي طلبتها بدها كم يوم لتجهز، وحبيت اني خبرك. شو قصتكم انتو، ما بتعرفوا تساوي شي من دوني؟ ليش كل هالتنبلة؟ معلم المشكلة بجواز البنت، لانه مالها على اسمك لسه. وبالموضوع التاني شو صار معكم؟ عم نحاول نحلها كمان. واخرتها معكم بقى، ليش كل هالتأخير؟ معلم رح يقبضوا علي، انا لازم سافر باسرع وقت ممكن. يلا خليهم يستعجلوا شوي فيهم. امرك معلم، روح من هون. عمر إذا بتريد اتصل فيني ضروري، بدي اياك بموضوع مهم، حاكيني لو سمحت. آخ منك يا لميس، على شو ناوية هالمرة؟ سيك شوي. كله منك لميس، كيفك؟ ايه يلا ما بطول جاي. ليكو انا رايحه لعند تولاي. وهيك نظيف، رقين ايدك عني بقى. هذا الطعام لستي، ما هيك بتذكر؟ لا هدتني يا ستك بيوم عرسي. الو عمر، وصلتني الرساله، يا ترى شو هو هالموضوع المهم؟ مشتاقه لزينب وحابه اشوفها، هي بنت اختي. بتعرفي لميس، ما كنت حابب انه نوصل لهون، بس اختك وامك وابوكي بسبب طمعهم هنن اللي وصلونا لهالمرحله البشعه. على اساس انت كنت الملاك البريء وطمع عيلتي هو سبب كل الشغلات اللي صارت. انسى هلا، انا حابه اشوف زينب شوي، انا مشغول بالي وماني مطمنه عليها هي وعندك بنوب. والله اسف يا لميس، كتير صعب انك تشوفيها بهالوقت، بعدين انا وزينب مسافرين. عمر الله يخليك، خليني على الاقل ودها، يعني هي عاشت عندي وقت منيح واجيت انت واخذتها من هون بهالسهوله. شو مفكرتيني غبي لهالدرجه لميس؟ شو بيضمن لي انك ما تحاولي توقعيني؟ بركي بدر قال لك تشوفيني، بركي متفقه مع الشرطه. هلا بدر شو له علاقه بالموضوع؟ اصلا هو مو طايق يشوفك بنوب. ما حدا بيعرف انه عم حاكيك على التليفون. بترجاك توافق، ما بدي غير ودع زينب قبل ما تسافر. طيب ماشي، حاكيكي قبل ما نسافر،
تبقي بتودعيها على التليفون. ما بكفي هيك، عم تقلي انه بدكن تسافروا، خليني ودعها وشوفها. اسمع، ما فيك تبعدها بنوب عنا، عم تسمعني؟ معك حق تفكر بمستقبل بنتك وتعمل المناسب لإلها، بس لا تخليها تحس انه ما إلها حدا بهالحياة. بتعرف قديش الشعور صعب عليها بتكبر؟ بترجاك يا عمر اقبال طلبي، خليني اشوفها شوي، خليها تعرف انه لسه في إلها حدا من عيلة امها. ما بظن انه رح تكون بحاجة لحدا منكم. لا تاكلي همها لانه انا جنبها وما رح اتركها بنوم. عن جد مو معقول قديشك عنيد، بركي صار لك شي لا سمح الله شي يوم. يعني لا تبعدها عنا لتلاقي حدا تلجأ له بأزماتها. خليك أب منيح لإلها، لو بتحب زينب بتعمل الشي اللي منيح لمصلحتها. شو قلت عمر؟ أمي شو أنت مانك جوعانة؟ أمي مشان الله حاجتك يا بقى، بكرة بصير لك شي وبتمرضي، عم فكري خلص راح، انسي شو صار لك. مين قالك إنه راح؟ هو بيكون هلأ زعلان على مرته لأنه ماتت، بس بكرة أكيد بيرجع. أمي أنت بتعرفي أنه هو تركك لأنه مرته توفت عنا بالبيت، ولهيك هو ما رح ينسى هذا الشي بسهولة، عرفتي؟ طيب ليش؟ ليش؟ أنا شو دخلني بهالشي؟ مرته ماتت عندي بالبيت، طيب أنا شو دخلني؟ ليش؟ هو مفكر أنه هي ماتت بسببي أنا، بس ما دخلني والله، ما دخلني بنوب. بس هو راح، راح وخلص، ما عاد يرجع. أمي شو رأيك إنه ننتقل؟ لوين؟ لوين ما كان، المهم نروح لمكان بعيد لتنسي، شو موافقة؟ أنا لوين بدي روح أنا وياكي؟ نحن ما لنا حدا وما بنعرف حدا بالمرة، ما فينا نروح محل. طيب خلينا نحاول أمي، منروح على أنقرة، منه أنا بكمل دراستي وهنيك أنت بتنسي، منبلش أنا وأنت حياة جديدة تكون حلوة، شو رأيك؟ يعني هو راح وما عاد يرجع لهون أبدا؟ مستحيل يسامحني بعد اللي صار. ما رح يرجع أمي، خلاص. إيه معك حق، ما رح يرجع. أنا بحبك يا روحي. وأنا بحبك يا روح قلبي.